يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. والزمالك بطلا لكاس السوبر الافريقي بعد الفوز على الاهلي بضربات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1. وسام ابو علي سجل للاهلي في الشوط الاول من ضربه جزاء في الدقيقه 44، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقه 77. اليوم مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لإدارة نادي الزمالك، جهاز فني، لاعبين، وبكل تأكيد جمهور عظيم ووفي جدا بصراحة يعني. ولو تفتكروا معايا، في مباريات كثيرة في نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي أشدت جدا بجمهور نادي الزمالك جدا. بعد ما الزمالك خسر الدوري جمهور الزمالك كان بيروح يشجع فرقته، بعد ما الزمالك كان ضامن أصلاً الصعود لبطولة الكونفدرالية جمهور الزمالك كان بيروح بأعداد كبيرة يشجع فريقه. النهاردة مالي الجزء المخصص ليه بشكل رائع جداً، زي جمهور النادي الأهلي يعني. بس أنا واقف عند جمهور النادي الزمالك كتير، وقلت هبدأ النهاردة أحيي الزمالك من خلال جمهور، إن ده جمهور تحمل كل شيء، كل شيء. بص يا سيدي، أزمات مالية ماشي، إدارات بتتغير ماشي، لعيبة بتسيب الفرقة ماشي، بتخسر في أوقات صعبة جدا ومباريات كثيرة قدام النادي الأهلي وهو الديربي التاريخي ماشي، كل ده هتحمله وهستنى أفرح فرحة 2-3. جمهور الزمالك لسان حاله أنا كده كده كبير، كسبت خسرت تاريخي بيقول أنا كبير، فأنا هفضل ورا فرقتي أساندها وأدعمها وأقف جنبها مهما حصل. جمهور مفيش أوفى منه في العالم. الظروف اللي فيها نادي الزمالك سهل جدا تخلي جمهوره، مش الظروف اللي هي دلوقتي، ظروف السنين الكتير اللي فاتت دي، تخلي جمهور كتير يقول لك لا 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 يا عم، لا لا أنا أحرق دمي ليه وأوجع قلبي ليه ومشاكل وحاجات وأزمات، أنا لا لا مش هشجع الزمالك. لكن كل الأزمات دي تلاقي جمهور الزمالك أكتر، تلاقي جمهور الزمالك بيحب فرقته أكتر، بيساند فرقته أكتر، بيدعم فرقته أكتر، بيقف جنب فرقته أكتر. مدهش جمهور الزمالك بصراحة، مدهش والله. سواء كنت زملكاوي ولا لأ، لابد أن تحترم وتقف تقديرا لجمهور نادي الزمالك والله بكل حيادية. جمهور يعني صعوبات كتيرة، انت بتشجع فريق انا بحب الزمالك يا سيدي، ده في أزمة في الإضاءة انا بحب الزمالك يا سيدي، ده في لعيبة بتسيب الفرقة انا بحب الزمالك يا سيدي، ده انت بتخسر انا بحب الزمالك يا سيدي، انت مفيش انا بحب الزمالك. ايه ده؟ الطبيعي 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 ان الحياة خد وهات، يعني عشان انا احبك لازم تديني. جمهور الزمالك مش شرط ياخد، مش عايز انا منك حاجة يا زمالك، انا كده كده هسندك وهدعمك وهقف جنبك وهشجعك وهفرح لك، وحتى وانت زعلان يا زمالك انا في ظهرك. مدهش جمهور الزمالك. عشان كده اول تحية لجمهور الزمالك، وهيتبعها بكل تأكيد ادارة نادي الزمالك. بس بما اني جبت سيرة ادارة نادي الزمالك، ناخد الاول عبر الهاتف الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك، واقول له الف مليون مبروك يا دكتور حسام. بره. دكتور حسام معايا على هاتف؟ طيب المكالمة يبدو انها راحت مننا، نرجع تاني نجيب دكتور حسام مندوه بعد لحظات وفرصة اتكلم معانا دكتور حسام. يا دكتور حسام مرة اخرى الف مليون مبروك. حبيبي يا كريم، حبيبي اشكرك، والف مبروك لكل الزملكاوية اللي تعبوا وشقيوا واجتهدوا واخلصوا، وربنا اراد الحمد لله النهارده
ان برضه حتى الماتش ما بقاش سهل كالعاده يعني، وعشان ننتصر انتصار لا مذاق خاص الحمد لله. النهارده المباراه بكل تاكيد هي امام النادي الاهلي، مباراه في نهائي السوبر الافريقي، هي مباراه صعبه، ورغم كده من الدقيقه الاولى لعيبه الزمالك متماسكه وكانت الافضل في الاستحواذ على الكره، وقدرت في النهايه تفوز عن استحقاق. ازاي قدرتوا تجهزوا الفريق للحاله العظيمه اللي كان عليها النهارده؟ يعني خلينا نتكلم بعد كده بالتفصيل في اعداد الفريق وتجهيزه، لكن احنا النهارده عاوزين نبارك للناس. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. عاوزين نتكلم عن الحاله اللي احنا موجودين فيها النهارده، يمكن في السعوديه وفي الوطن العربي كله وفي نادي الزمالك في مصر هنا، ونيره هي كمان معانا. الله يبارك فيكم، بارك لها، بارك لها، بارك لها دكتور حسام بن نبي عندنا. كريم رمضي بيبارك لك، بتبارك. احنا بنقول ان النهارده النتيجه والاداء اللي اشتغلوا بيها لعيبه نادي الزمالك بيثبت ان الحمد لله الاعداد كان جيد، وبيثبت ان اللي جاي ان شاء الله لصالح نادي الزمالك، لان انا طبعا شهادتي مجروحه في كل الناس اللي بتشتغل، لكن ما فيش حد من الموجودين في المجلس يا استاذ كريم بيبخل باي حاجه خالص عشان ينجح وينجح النادي اللي مر بفترات صعبه جدا جدا جدا. احنا يمكن حتى في الاعداد اللي موجود حاليا الصفقات اللي نزلت يمكن النهارده بنتايج بدا اول المباراه، وفي نفس الوقت كان عليه اعتراضات كتيره قبل ما يلعب النهارده. النهارده فاجئنا بمستوى رائع جدا جدا جدا. بنقول للمتربصين سيبونا في حالنا نشتغل، بنقول لاعداء النجاح سيبونا يعني نعمل شيء ايجابي في نادي الزمالك، عشان احنا كده كده يعني دورتنا وهنمشي، هيجي غيرنا يكمل. كل احنا عايزينه انتصار لنادي الزمالك وانه يرجع لسابع عقده. النهارده فرقه نادي الزمالك الرجاله الابطال اللي اثبتوا ان اختياراتنا الحمد لله كانت سليمه، كلهم كانوا على قد المسؤوليه. جميز اللي بحييه النهارده كان على قد المسؤوليه، ببارك لهم كلهم، ببارك للجماهير اللي موجوده في كل مكان، ببارك لاعضاء الجمعيه العموميه، ببارك لفرقه الباسكت بول النهارده برضو الحمد لله كسبت والهاند بول كسب. يعني هو يوم تحت عنوان انتصار في نادي الزمالك كبير جدا جدا دكتور جدا. حسام، دكتور حسام بعد اذنك، بعض الناس كانت تعطي الافضليه للنادي الاهلي قبل المباراه، الكلام ده كان بيضايقك بيزعلك؟ انا ضد الكلام ده، لانه مش بعض الناس، هو كل الناس شافت كده حقيقي الا احنا، يعني كل الناس شافت كده الافضليه للاهلي الا احنا. احنا كنا واثقين الحمد لله فان ربنا هيكرمنا، والحمد لله النهارده ربنا اراد بعد ما برضه الناس فقدت الامل في المباراة، ويمكن بعد البنالتي وبين اصوات لا لازم نمشي من الماتش ولازم ننسحب، واحنا طبعا رافضين اي اصوات طول الكلام ده. ربنا يكلل مجهودنا ويكلل مجهود ناصر اللي ينزل، عشان يعني عنده موعد مع الشبكة النهاردة. ناصر ينزل بعد تغيير عشان يعيد الثقة في نفسه ويعيد الثقة لينا كلنا. بالمناسبة دكتور حسام، ناصر منسي كان واحد من الأسباب اللي أنتوا انتقدتوا بسببها، أنت ليه ما بعتش ناصر منسي؟ ما أنا عايز أقول لك يا كريم إن إحنا بننتقد بأسباب يعني وهمية وغير وهمية بقالنا سنة. الحمد لله يعني أنا يعني إن سمحت ليا عايز أبارك لكل أعضاء مجلس الإدارة، أكيد الناس اللي تعبانة الموجودين معانا في السعودية دلوقتي أو اللي موجودين في مصر، ابارك لاعضاء الجمعيه العموميه اللي برضه حي صبروا كتير، ابارك للجماهير اللي النهارده عملت دخله رائعه جدا 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 بحييها، عملت وحناجرنا لن تصمت ابدا، وده دايما صوت جماهير نادي الزمالك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ألف مليون مبروك يا دكتور حسام، هسيبك تحتفل مع الجماهير ومع اعضاء مجلس الاداره. انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما موفقين، مجلس اداره محترم محترم، ناس يا جماعة اشتغلوا في ظروف شبه مستحيلة شبه مستحيلة، دفعوا ملايين الجنيهات ملايين الدولارات، بيسددوا ديون وأزمات ومشاكل وغرامات، ومطالبين بصفقات، ومطالبين بجهاز فني كفء أجنبي، ومطالبين ببطولات، وأمور صعبة جدا جدا مهمة شبه مستحيلة حقيقي دون أي مبالغة. مش عشان الزمالك كسب النهاردة، بالمناسبة لو الزمالك حتى كان خسر النهاردة المباراة كنا هنقول نفس الكلام على إدارة نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك تحديدا، دول الجمهور والإدارة الحالية يستحقوا الإشادة في كل الأحوال، في كل الأحوال، ما بالك أنت بقى لما الزمالك يكسب بطولة كمان، تاني بطولة أفريقية مع جوزيه جوميز المدير الفني.
بص الاجانب تحديدا، مدربين الاجانب تحديدا يقول لك ايه؟ عايز ادربك اعمل لي كل طلباتي، يعني لو ما عملتليش طلباتي ما تجيش تسالني على حاجه. مدربين الاجانب تحديدا، المصريين بيشيلوا بيشيلوا معانا، نشيل مع بعض. الاجانب يقول لك لا ما اعرفكش، انا عايز ده وده 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 وده، مش هتجيبهم هخسر. الراجل ده اكنه مش مبالغه يعني، اكنه واحد من ابناء نادي الزمالك. يا جوزيه جوميز مش هنعرف نجيب صفقات مش عارف كتير، ماشي يا جوزيه جوميز معلش والله هنأخر لك الراتب شويه عشان عندنا ظروف، ماشي والله في لعيبه مهمه ممكن تمشي من الفريق بس هنضطر عشان يعني مش هنقدر نجدد لهم، ماشي. وبعد كده برضو تلاقي ناس او اصوات تطلع تقول لك بس جوزيه جوميز مش كويس قوي، الراجل ده كسبان كونفدراليه وسوبر افريقيا على طول، ايه ده يعني ايه مش كويس؟ ومعلش يعني يعني الزمالك ما عندوش العمق في قائمته، مش بقول ان هو ما عندوش تشكيله كويسه، عنده لعيبه عظيمه وهاجي على اللعيبه دلوقتي، بس ما عندوش عمق، فانك تقدر تنافس على بطولات كتير دي حاجه صعبه جدا جدا، تكسب بطولتين وقارتين انجاز عظيم لجوزيه جوميز. نيجي للعيبه، قولا واحدا صفقه ماسيه مش ذهبيه، صفقه ماسيه ماس يعني ماسيه للزمالك عبد الله السعيد. انت جايب عبد الله السعيد وعنده 39 سنه وصفقه ماسيه، ايه ده؟ ايه القدرات الدفاعيه والهجوميه والبدنيه والقياديه اللي عند عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد هو الصاموله اللي ربطت كل حاجه في نادي الزمالك، على مستوى الاداء الفني، على مستوى الاداء الفني، على مستوى التزام اللاعبين فنيا وتكتيكيا، وعلى مستوى اخلاقيا وامور كثيره جدا. عبد الله قائد حقيقي في نادي الزمالك وهو 39 سنه، مش مجرد اسم. الزمالك ما اشتراش سمعه عبد الله السعيد التاريخيه، الزمالك ما اشتراهاش، اشترى لعيب ما زال قادر انه يعطي ويعطي بسخاء. عبد الله السعيد مدهش النهارده وانت بتتفرج عليه، ازاي كده؟ ازاي لاعب في العمر ده وماشي في الأربعين ازاي قادر يؤدي بالاداء الرائع ده؟ وبدنيا جاهز، ازاي انت جاهز اصلا؟ ده عبد الله السعيد. في واحد كمان عايز اتكلم عنه، وكتير عايز اتكلم عنهم في نادي الزمالك، بس عايز اتكلم على حسام عبد المجيد. انا انتقدت قريب حسام عبد المجيد بس ما انتقدتهوش فنيا، عشان انا شايف ان حسام عبد المجيد مدافع جيد. انا انتقدت حسام عبد المجيد ان هو كان بيخش في مناوشات كثيره مع حراس المرمى وبتضايق ان هو يطلع من تركيزه بهذا الامر، بس حسام عبد المجيد مدافع جيد، كان من افضل لاعبي المنتخب الاولمبي في الاولمبيات. مع نادي الزمالك هو ركيزه اساسيه مهمه في دفاع نادي الزمالك، ولو حسام كان له بعض الاخطاء في بعض المباريات في السابق فدي لامور تكتيكيه وفنيه في الملعب، بيحطوه في سباقات سرعه وجري وحاجات مش من مهاراته، عنده مهارات كتير ودي مش من مهاراته فتحط فيها فخسرها، لكن هو مدافع جيد ويستحق انه يبقى موجود في منتخب مصر، والنهارده هو واحد من افضل لاعبي المباراه على الاطلاق، يستحق الان أن يحصل على حقه كاملا حسام عبد المجيد. باقي اللاعبين كلهم قدموا شكل رائع النهارده، لاعبي نادي الزمالك أداء مميز أداء رائع. كل ده بقى حطه على جنب. أنا واقف عند مباراة كان من المفترض إنها جيدة على مستوى الأخلاق والروح اللي عليها. تقول لي ده اتخانقوا قعدوا يتخانقوا ساعة ضربات ضربة الجزاء بتاعت أسامة أبو علي، أقول لك دي مناوشات بتحصل في اي حته في العالم، في العالم كله فرقتين بيتخانقوا مع بعض لعيبه، واقف شويه بس عشان زي ما الدكتور حسام المندوه قال انه كان في بعض الناس بيقولوا ان اللعيبه تنسحب، خلصنا بقى يا جماعه من القصص دي والحكايات دي مش عايزين نعملها تاني، بس عدت بسرعه ما وقفناش عندها كتير، واللعيبه ما كانتش بتتخانق مع بعض، فكل الامور ماشيه كويس. ايه اللي عملتوه ده سواء لعيبه اهلي او زمالك في ضربات الترجيح؟ ايه ده؟ عيب يا كبار، ده انتوا كلكوا لعيبه دوليه، ده انتوا كلكوا لعيبه كبيره، ده انتوا كلكوا لعيبه محترمه ومهذبه. يعني الغريب انه اللي عمل كده ده رامي ربيعه مهذب جدا، الغريب ان اللي عمل كده عمر كمال عبد الواحد
مهذب جدا. الغريب ان ناصر منسي اللي عمل كده وبعد كده عمل كده لاعب مهذب جدا. ليه يا شباب؟ ليه؟ ما احنا دماغنا كبيره ولعيبه كبيره ومهذبه ودوليه، ازاي يعني؟ دي اللقطه الوحيده اللي ما كانتش عاجبه. شوف الخناقه اللي حصلت ساعه ضربه الترجيح دي، بشوفها في الدوري الانجليزي عادي، ناس بتتخانق مع بعض وبيتنرفزوا وبيتعصبوا، بتحصل في الكوره والادرينالين عالي وبتاع، ماشي عاديها. الحركات اللي مش حلوه دي ما تطلعش من لعيبه كبيره. طيب عشان موضوع ضربه جزاء وسام ابو علي، وكان في برضو ضربه جزاء طلب بيها نادي الزمالك بعدها مباشره، نسال الكابتن جهاد جريشه عن رايه في طاقم تحكيم مباراه اليوم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء الفل يا كابتن جهاد، منور الدنيا. ربنا يخليك. طيب عايز ابدا معاك مباشره كده بركله الجزاء المحتسبه لصالح النادي الاهلي، سجل منها وسام ابو علي هدف. بص يا كريم، المعيار في اللقطه ديت الناس بتبص بس للكوره، ان الكوره اتشاطت، لكن الخطا اللي موجود من مدافع الزمالك المسلوسي ان هو راح بالقدم مباشره على القدم، وبالتالي هو عمل خطا بغض النظر عن مكان الكوره، مش هتفرق معانا حتى لو الكوره في نص الملعب الثاني، مش هتفرق في الاخر، الكوره في اللعب ده الاساس، الكوره تبقى موجوده داخل اللعب، وبيعاقب اللقطه دي بتعاقب بركله حره مباشره ما دام داخل منطقه جزاء الزمالك، فهي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها. حكم الفار استدعى الحكم وشاف اللقطه ورجع باحتساب ركله جزاء صعبه جدا على الحكم في الملعب يا كريم لسرعتها، وعشان كده الحكم ما شافهاش، لكن مع الفار ومع اللي موجود الكاميرات المختلفه واعادات الفار استدعاه والحكم اقتنع بيها وهي ركله جزاء صحيحه. طيب بعض الناس قال لك ادم هو زق الكوره وبعد الكوره ما اتلعبت فخلاص مش ضربه جزاء، رايك ايه في الكلام ده؟ لا مش مبرر خالص، الكره اللي لعبها هو لاعب النادي الاهلي، لكن مش مبرر تروح انت كلاعب الزمالك بتروح لرجلك بالمنظر ده على رجل لاعب الاهلي، ده تعاقب عليها بركله حره مباشره وداخل منطقه الجزاء، هي ركله جزاء. انا بقول لك حتى اديك اصعب من كده، لو الكره بالمنظر ده في نص ملعب، يعني في ملعب النادي الاهلي، واللي حصل ده خطا داخل منطقه جزاء الزمالك، تحتسب برضه ركله جزاء. فاحنا الموضوع الكره مش وجود الكره او عدم وجود الكره مش معيار تماما، المعيار الاساسي ان تبقى الكره في اللعب والكره في داخل اللعب، وبالتالي هي ركله جزاء صحيحه. بعدها مباشره الزمالك طلب بضربه جزاء لصالحه بعدها مباشره. شفت الكره دي ازاي يا كابتن؟ اي كره انا بقى كنت اتمنى حكم الفار يتدخل في اللقطه دي برضه. اللقطه المعيار بالنسبه لنا كريم بنتكلم فيه دايما لعب الكوره، من اللي لعب الكوره هو دونجا اللي لعب الكوره. طب عمر كمال عبد الواحد عمل ايه؟ راح مباشره بجسمه في جسم دونجا، هو ده الاهمال اللي حصل من عمر، يعاقب عليه بركله حره مباشره داخل منطقه جزاء الاهلي، فهي ركله جزاء صحيحه للزمالك لم تحتسب. طبعا حكم الفار كان لازم يتدخل يجيب الحكم، وانا كنت متاكد ان معتز لو شاف اللقطه دي بالمنظر ده كان رجع واحتسب ركله جزاء صحيحه للزمالك، ومن حظ معتز والطاقم التحكيم بالكامل الحلو انها لم تؤثر في نتيجه المباراه. عظيم جدا. بشكل عام رايك في اداء طاقم التحكيم النهارده يا فندم؟ النهارده بشكل عام مباراه درجه صعوبه عاليه، حضور جماهيري كبير، ماتش ديربي اهلي زمالك بغض النظر عن مستوى الفريقين قبل المباراه، دايما ديربي الزمالك ماتش صعوبه عاليه وماتش كبير. النهارده التحكيم النهارده ادى اداء جيد في المباراه، نختلف معاه في قرار لكن قرار غير مؤثر في النتيجه، وبالتالي هم النهارده نجحوا تماما في اداره المباراه. عظيم جدا كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه. تعال نروح لتصريحات جوزيه جوميز واجي لك للنادي الاهلي، انا عارف انك عايز تسمع حاجه عن النادي الاهلي بس هجي لك، بس الاول ناخد تصريحات جوزيه جوميز. قال لك انه الزمالك سيطر على المباراه وكان من الصعب ان نستعد لهذه المباراه في فتره زمنيه قصيره مثل هذه، وقال كنا عندنا الشجاعه وسيطرنا على معظم فترات المباراه واظهرنا للجميع ان احنا قادرين ان احنا نفوز. قال ان البعض قالوا ان الافضل لينا ان احنا ما نلعبش لاننا هنخسر المباراه، وده لم يحدث، ولكن يجب ايضا ان اشكر هؤلاء انه بالكلمات دي ادونا الحافز والقوه الاضافيه. كمان قال بشكر الجماهير على دعمها ونحن استعدينا جيدا لهذا التحدي. اتكلم كمان عن ركله جزاء الاهلي وقال ما كانش فيه لمسه من اللاعب بتاعنا للاعب النادي الاهلي، بعد ركله الجزاء عرفنا كيف نتعامل مع المباراه واستعدنا السيطره. دي تصريحات جوزيه جوميز. نجم الفريق عبد الله السعيد قال بشكر جماهير نادي الزمالك والحمد لله على اول بطوله ليه مع نادي الزمالك، اعتز بها كثيرا، اللعب مع الزمالك والفوز ببطوله شرف كبير ليه، وكنا بحاجه لهذه البطوله. وقال تلقينا الهدف الاول ولكن تمكنا من التعويض وفزنا بركلات الترجيح، اللاعبين كانوا متكاتفين على قلب رجل واحد وكنا
بنصدق قدرتنا على العودة بالفوز رغم هدف النادي الأهلي. أكبر ضغط علينا كان رغبتنا في إسعاد جماهير نادي الزمالك اللي تعبت مع الفريق في ظروف صعبة للغاية للغاية. طيب شيكابالا بعد المباراة قال إنه عمل للفريق للاعبين فيديو جمع فيه التصريحات وكلام الناس اللي كانت بتقول إنه الأهلي هيكسب المباراة دي بسهولة، وقال إنه الكلام دوت كان حافز لينا كبير جدا إن إحنا نفوز بالمباراة، وقال إنه ده اللي حمسنا إن إحنا نفوز بالمباراة. وده برضو كلام جوزيه جوميز اللي قالك إن تصريحات الناس إنه الأهلي هيكسب بسهولة دي اللي خلتنا ننزل المباراة بحماس شديد. هقول لك حاجة في منتهى الغرابة وعكس التيار تماما، يعني في العالم كله، في العالم كله جمهور الإعلام المحللين شوف الطرف الأفضل نظريا مين ويقولوا إنه هو المرشح الأكبر إنه يفوز بالمباراة دون سخرية من المنافس، يعني حط دي على جنب، الناس اللي بتسخر ولا بتهزر دول حطهم على جنب، بس طبيعي حالة الأهلي ممكن تقول إنه له أفضلية، ساعات الزمالك بيخش مباراة الأهلي وله أفضلية، ساعات ريال مدريد يخش قدام برشلونة وله أفضلية، وساعات برشلونة يخش قدام ريال مدريد وهو له أفضلية، فاهم؟ مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لما يلعبوا مع بعض الناس بترشح مانشستر سيتي وما بترشحش مانشستر يونايتد رغم ده ديربي تاريخي بتحصل، بس الفيصل إيه؟ يعني الإعلام الجمهور أي حد يتكلم في الكلام ده عادي قول نظرتك وحتى لو الأمور منطقية قولها، بس هنا الخطأ الجسيم اللي وقع فيه فريق النادي الأهلي جهاز فني ولاعبين إن هم صدقوا ده، يعني الجمهور الإعلامي يقولوا زي ما يقولوا، المحللين الجمهور يقولوا زي ما يقولوا، لكن أنت كلاعب ما ينفعش تصدق ده، أنت كمدير فني أو جهاز فني ما ينفعش تصدق ده، انتوا ما ينفعش تستسلموا لده، عشان كده النهارده بالروح بالحماس بالاراده بالرغبه قدر الزمالك يتفوق على النادي الاهلي تشكيله اساسيه واحتياطيه على مدار ال 90 دقيقه، واللي هيقول غير كده اكيد ما شافش المباراه. الزمالك شوط اول متفوق حتى مع تقدم الاهلي، شوط تاني ايضا متفوق، والشوط تاني متفوق جدا كمان على النادي الاهلي. هتقول لي الزمالك ما ضيعش فرص كتير، الاهلي كمان ما ضيعش فرص كتير، بس الزمالك مسيطر على الكوره، متماسك اكتر، نقلاته للكوره افضل، ما وصلش كتير بس كان افضل من النادي الاهلي. ولو انت كنت شايف ان الاهلي عنده عمق في التشكيله، عمق في القائمه، عنده استقرار فني، مدير فني بقاله فتره اكتر من جوزيه جوميز، عنده كل شيء، فكان لو حتى انت شايف المباراه النهارده 50-50 فالزمالك يتفوق بحكم فارق الامكانيات او فارق اللاعبين او العمق في التشكيله. دايما بقول انه الزمالك عنده لعيبه عظيمه، انا قلت لكم الكلام ده من كام يوم، انت بتستهتر ازاي بعبد الله السعيد، بزيزو، بناصر ماهر، بتستهتر ازاي بحمزه المسلوسي ولا حتى عواد او صبحي ولا عمر جابر، تشكيله قويه جدا، ممكن في بعض النواقص في البدائل بس التشكيله قويه جدا، حتى بدائل الزمالك النهارده هم اللي فرقوا معاهم بالمناسبه، ناصر منسي اللي نزل وسجل هدف التعادل. معايا عبر الهاتف الان الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، الف مليون مبروك يا استاذ احمد. الله يبارك فيك كابتن كريم، ربنا يخليك، والف الف شكر على يعني الاشاده، وعايز بجد يعني اهدي الفوز ده للعيبه الرجاله اللي عملوا مباراه العمر النهارده، ويمكن هو البنالتي الغير مستحق استفزهم فخلاهم يطلعوا احسن ما عندهم، وفعلا اثبتوا في الشوط الثاني ان الزمالك عنده لعيبه كبار قوي قوي، ولما بيحطوا في دماغهم او بيركزوا بيقدروا ان هم يقدموا اداء عالمي محدش بيقف قدامهم. يعني شعرنا واحنا بنتفرج على المباراه يا استاذ احمد انه الحافز عند لاعبي نادي الزمالك كان يبدو اكبر والتركيز اكبر في هذه المباراه، ايه السبب من وجهه نظرك؟ بص والله الشحن، يعني اللعيبه كانوا يعني في حماس غير عادي مع بعض ان هم يحققوا الانتصار والبطوله دي في بدايه الموسم، وهي رساله ان فعلا الزمالك عنده فريق قوي جدا، يعني يمكن جمهور الزمالك دايما عايز الفريق الافضل طبعا، لكن هو فعلا الحمد لله الفريق قوي. وخليني معلش هستاذنك اهدي الفوز بجد بجد لكابتن حسين لبيب، اتفضل. الراجل اتحمل ما لا طاقه لاي حد انه يتحمله،
صحيح. الراجل تحمل ضغوط ماديه ومعنويه ونفسيه ورياضيه وكل حاجه تتخيلها بمنتهى الشجاعه، ومن وراه مجلس اداره كل واحد فيه قام بدور يعني بطولي. فالناس دي اتظلمت في الفتره اللي فاتت اعلاميا، وتخيل او يعني البعض تخيل ان هم مقصرين، لكن فعلا الناس دي قامت بدور عظيم وكل واحد فيه قام بدوره، وده النهارده جزاء ربنا او يعني مكافاه ربنا ليهم، مكافاه ربنا للعيبه، مكافاه ربنا للجهاز الفني، الجهاز الاداري، مكافاه ربنا ناصر منسي. يعني ناصر منسي اكيد تعرض لضغوط من السوشيال ميديا، ناصر منسي لعيب كبير لكنه ممكن في ماتشات ما كانش موفق فيها، اكيد اللي حصل النهارده ده عوض وكرم من ربنا ناصر منسي. لو تسمح لي، يا استاذ احمد للمقاطعه، ناصر منسي كمان كان واحد من الاسباب اللي تعرض بسببها مجلس الاداره للانتقاد، انت ليه ما بعتش ناصر منسي؟ طبعا. فالنهارده كمان انتقادات غير عاديه، وده حق الجميع. يعني النهارده الجمهور من حقه دايما، فرق البطولات اللي زي نادي الزمالك بيبقى جمهورها دايما لا يقبل غير البطوله. صحيح. لكن الظروف يعني اصعب مما اي حد يتخيل، ظروف ماديه وظروف مشاكل قديمه ومشاكل سابقه ومستحقات لعيبه وضغط في الصفقات، لكن الحمد لله المجلس قدر ان هو يعني يحقق ما وعد بيه، ولسه ان شاء الله القادم افضل باذن الله. عايزك تقول حاجه لجمهور نادي الزمالك النهارده كالعاده مميز، وكنت بتكلم عنه من فتره وهو في الدوري والدوري محسوم او خلص يعني، ورغم كده كان بيبقى موجود دايما في المدرجات. اعظم جمهور في الدنيا. عايز اقول لجمهور نادي الزمالك النهارده البطوله دي اللي يستحقها اولا هو جمهور نادي الزمالك اللي تحمل وكتير وفضل ورا فريقه ايا كانت النتائج. اعظم جمهور في الدنيا جمهور نادي الزمالك بلا منازع. ألف ألف مبروك للجمهور أولا. وعايز أقول للعيبة بجد الشوط الثاني لفريق الزمالك النهاردة، أقسم بالله أنا لولا أن أنا ما شفتش ماتشات الزمالك من 1911 كنت قلت أن ده أعظم شوط ثاني في تاريخ نادي الزمالك. اللعيبة كان واضح أن هي يعني عندها حماس غير عادي بسبب ضربة الجزاء غير المستحقة الكوميدية. يعني عايز أقول ضربة الجزاء لا ترقى حتى الفاول أو لأي قرار إداري، ولكن ده استفز اللعيبه وخلاهم يظهروا مستواهم الحقيقي في الشوط الثاني وقدموا مباراه العمر. وكنت متاكد في الشوط الثاني ان ربنا هيكافئهم على مجهودهم، وكلهم كانوا نجوم فوق العاده. الناس اللي كانت بتقول انه الزمالك الطرف الاقل في هذه المواجهه قبل المواجهه، انه الزمالك صعب يكسب النادي الاهلي، رايك ايه؟ اعتقد اللي شاف المستوى النهارده شاف مستوى فريق الزمالك، وان هو يقدر يكسب يعني اي مع احترامي الفرق كتير قوي. فريق الزمالك حاليا مكتمل الحمد لله فنيا بفضل التدعيمات وبفضل لعيبته، وده واضح فنيا النهارده ان الزمالك لا يعني لا يقل الا ان يكون هو احسن فريق بيلعب كوره في مصر حاليا. استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف مليون مبروك مره اخرى فوز نادي الزمالك اليوم بالسوبر الافريقي عن استحقاق وجداره النهارده. يعني زي ما قلت لكم شوط اول شوط ثاني الزمالك كان افضل، دي الكوره. عايز اروح للنادي الاهلي شويه، اتكلمنا كتير عن نادي الزمالك، وعايز اروح نادي الزمالك لانه البطل نتحدث عنه كثيرا، وعايز اروح شويه عند النادي الاهلي. طبيعي مع خساره بطوله ولما تبقى من المنافس التقليدي وبطوله كبيره افريقيه هي بطوله السوبر، تلاقي في غضب عند جمهور النادي الاهلي. فين الصفقات؟ لا ده علي معلول احسن من يحيى عطيه الله، لا ما وسام علي مش في المباريات الكبيره مش عارف ايه، لا ده احنا الدفاع عندنا فيه مشاكل. هيتقال الكلام ده، بس قبل ما نكمل الكلام في الجزئيه دي ناخد معايا مين يا جماعه على الهاتف؟ كابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، الف الف مليون مبروك يا فندم النهارده. الله يبارك فيك، الحمد لله، الله يبارك فيك. عن كل استحقاق وجداره نادي الزمالك اليوم 90 دقيقه رائعه جدا مع الوقت الضائع، شوط اول وشوط ثاني. أداء كان مميز جدا يا فندم النهارده، والتجهيز كمان للفريق كان واضح انه تجهيز محترم جدا. والحمد لله اهداف ما فيهاش اي شك بقى، ولا فار ولا مش فار ولا الكلام ده ولا ايه. هو كان الهدف بتاع ناصر منسي، بس ناصر منسي يا فندم كمان يستحق النهارده اكيد، وتتفق معايا. الو اتفضل يا فندم، سامعك. ناصر منسي النهارده كان هدف مميز جدا، كان بديل. الله يبارك فيك. انت معايا يا فندم؟ اهلا وسهلا. كابتن هشام معايا ولا مش معايا؟ طيب هو مش سامعني كابتن هشام، نرجع له تاني بعد شويه. كابتن هشام نص نائب رئيس نادي الزمالك، يعني
خلاص يعني نتخطى الامور التحكيميه. عايز برضو ارجع تاني لحكايه النادي الاهلي. طبيعي الناس هتنتقد وتزعل، جمهور الاهلي هيبقى زعلان جدا طبعا، يعني خسران سوبر افريقي وقدام نادي الزمالك اكيد هتبقى زعلان. بس كده كده مارسيل كولر اتفقنا او اختلفنا مدرب كبير، يحيى عطية الله صفقه عظيمه، باقي الصفقات الاهلي عملها هنبدا نشوفها واحده ورا الثانيه. تمام، سيبك من قصه الصفقات دي، انا بقى مش واقف على الفرقه، انا شايف الاهلي اكيد فرقه اقوى. طيب رجع لي مره اخرى كابتن هشام نصر. يا كابتن هشام مره اخرى بحييك والف مليون مبروك. كنت بتكلم معاك في اخر حاجه عن ناصر منسي صاحب هدف الزمالك الوحيد النهارده، الهدف اللي عاد الزمالك للمباراه وخلاه يسيطر على المباراه ومن ثم ضربات الترجيح والفوز بالمباراه. عايز تقول ايه لجماهير نادي الزمالك النهارده بعد الفوز يا فندم؟ اقول لهم مبروك عليكم. تستاهلوا الفرحه الكبيره، انتوا صبرتوا كتير كتير وصبرتوا ورانا وورا الفرقه لحد ما الحمد لله. اعتقد كمان ان احنا بنكسب لعب ونتيجه الحمد لله. الولاد كان عندهم ثقه كبيره، الولاد كانوا ملمومين جدا مع بعض، عندهم ثقه في جوميز وجوميز عنده ثقه فيهم. عملوا مباراه كبيره على الرغم من الهدف والفار والمشاكل اللي دايما بتحصل ديت، لكن الحمد لله في الاخر النتيجه بتبقى لعبا واداء ونتيجه، فدي بتبقى مرضيه لينا جدا ولكم. عظيم. إدارة الزمالك كثيرا ما تتعرض لضغوطات منذ توليها المهمة، إدارة حضرتك متواجد فيها برئاسة كابتن حسين لبيب، ضغوطات كثيرة جدا كلنا مقدرينها تماما. النهاردة كانت مكافأة القدر ليكم أنتم تحديدا كمجلس إدارة؟ من أصعب السنين اللي مرت على الواحد في تاريخه الرياضي، سواء أنا وكابتن حسين أو كل مجلس الإدارة. إحنا ألو فضل يا فندم. سمعك. سامع كده كويس. اتفضل يا فندم اتفضل. تمام كابتن هشام انت معايا على الهواء؟ طيب يبدو ان احنا فقدنا المكالمه مره اخرى مع كابتن هشام النصر نائب رئيس نادي الزمالك. طيب نيجي بقى للنادي الاهلي تاني. معلش بص انا بقى مش واقف عند صفقات فرقه الاهلي دي، قويه جدا بالعناصر اللي فيها باللعيبه اللي فيها، ولو عندي تحفظ واحد فاقول انه كان الاهلي لازم يشتري مهاجم مع وسام ابو علي النهارده، وسام ابو علي مش موفق في مباراه، فطبيعي يبقى في واحد على الدكه ينزل مكانه. هتقول لي ما كان في كهربا، واضح انه مارسيل كولر نفسه مش مهتم او مش شايف انه كهربا ممكن يبقى بديل جيد في مباراه صعبه زي مباراه الزمالك ليه وسام ابو علي، فكان الاهلي لازم معاه مهاجم تاني. بس حطي على جنب، واتاجلت ليناير زي ما قال النادي الاهلي، وان كنت بقول لك اهو قبل غلق الانتقالات خليك فاكرها مني، الاهلي هيكون شاري مهاجم، بس حط دي على جنب. انا واقف عند حاجه خطيره جدا جدا، الاهلي على مدار تاريخه الطويل يعتمد دائما ان يفرض الانضباط في فريق الكره بمدير كوره. هتقول لك كريم خلاص مدير كوره، هقول لك ده الاهلي ده نظام. طيب مشيت سيد عبد الحفيظ، ماشي عايز تعمل تغيير دماء، الراجل كان ماشي بشكل ناجح بس انت قلت اغير دماء، ماشي. جبت خالد بيبو، الراجل جماهيريا ما كانش بيلقى شعبيه لكن اللعيبه كانت تقول لك انه بيشتغل كويس. خالد بيبو جماهيريا عشان جاي بعد سيد عبد الحفيظ، فالجمهور يعني مش حاسين خالد بيبو صارم، بس اللعيبه كانت بتقول لك انه بيشتغل كويس جدا. مشي خالد بيبو. هل النادي الاهلي العظيم بكل رموزه واسمائه الكبيره الحاليين اللي موجودين وعايشين مفيش حد فيهم ينفع يبقى مدير كره للنادي الاهلي؟ هل ده يجوز؟ تقول لي ما كابتن سامي قمصان، كابتن سامي قمصان قائم بمدير بمهمه مدير الكره، وراجل له حاجات تانية، لا أمور فنية يعني مشغول أكيد بأمور فنية مع مارسيل كولر كمساعد للمدرب. بس إزاي الأهلي ما عندوش مدير كورة؟ هتقولي طب أنت إشمعنى اتكلمت على القصة دي النهاردة؟ أقول لك. إعلام جمهور عمال يقول إنه الأهلي يكسب المباراة. محلل أي حد بمنطق إنه الأهلي أجهز عادي يعني ما غلطوش اللي قالوا كده. مش يعني إلا اللي غلط اللي سخر
من نادي الزمالك او قلل من نادي الزمالك او قال ان المباراه محسومه للنادي الاهلي، ده غلط 100%. بس اللي يقول مثلا انه الاهلي مرشح نسبيا انه يفوز بالمباراه طبقا للحاله الفنيه والجاهزيه والمدير عادي، ده شرح فني براحتك. بس ان اللعيبه تصدق ده، ان الفرقه تفك، ان الجهاز الفني ما يبقاش مركز، ان اللعيبه تبقى مش مركزه، ده اللعيبه كانت متفقه على اللقاءات بعد المباراه، اللعيبه قبل المعسكر في بعض اللعيبه ما كانتش يعني ملتزمه بنسبه 100%، في قصص وحكايات. الاهلي قبل مباراه السوبر ما كانش كامل الجاهزيه الذهنيه. مين بقى دوره انه يلم القصه دي؟ مين دوره يلم الفرق ويقول لهم لا اهدوا، احنا مش هنكسب المباراه دي الا بالروح وبالاجتهاد وبالتعب زي ما الزمالك عمل النهارده. مين اللي دوره يعمل كده؟ مدير الكوره. مفيش مدير كوره تاني، انا مش بقلل من الكابتن سامي امصار خالص، بس انا بشوف الكابتن سامي امصار مدرب كفء جدا، بس مدير كوره الاهلي، هذا الاهلي اللي طلع رموز واسماء عظيمه وتاريخيه مش عارف يعين مدير كوره. طب افهم انك مش عارف تجيب مهاجم، الناس بتغالي في الاسعار، مش عايز تجيب اي مهاجم وخلاص، بتستنقى حاجه كويسه، بتشوف مهاجم جيد يفيد الفريق، ما اتفهمها. لكن الاهلي في ابنائه ما عندوش مدير كوره، تبقى حاجه خطيره جدا. الاهلي ما عندوش كادر يصلح مدير كوره، تبقى حاجه خطيره جدا جدا يعني. فده الخطا اللي في رايي شايف انه الاهلي محتاج انه يصححه سريعا، اداره النادي الاهلي تصححه سريعا. لكن جهاز فني لا، مفيش خلاف على مارسيل كولر، خسر مباراه والنهارده مارسيل كولر ما عملش مباراه جيده. لعيبه النادي الاهلي لعيبه رائعه جدا، لعبوا النهارده سيء جدا، بس هم لعيبه رائعه جدا مباراه يعني. يعني بقول برضو الجمهور الاهلي لا تكبر الموضوع قوي، ولا برضو اداره النادي الاهلي تجهل فكره انه الفرقه فكت قبل مباراه الزمالك، وفي رايي انه السبب انه ما كانش في حد ربط الفرقه، مدير كوره مفيش. ده الخطا اللي وقع في النادي الاهلي النهارده. طيب مارسيل كولر النهارده بعد المباراه قال ان اي شخص بيعمل في المجال الرياضي يعلم ان المباراه فوز وخساره طبيعي، صح. وقال ان احنا حاولنا في الربع الاخير وسجلوا التعادل وخسرنا من ركلات الترجيح، وده امر وارد في كره القدم، كلام محترم، دي كوره يعني. قال ليس من وظيفتي تقييم المنافس واتحدث عن فريقي فقط، لعبنا اول مواجهتين في دوري ابطال افريقيا وحققنا الانتصار، وفي مباراه الزمالك لم نستغل الفرص بشكل كبير. وقال في مؤتمر قبل المباراه كان لدي ضغط من الصحفيين لمعرفه التشكيل، وصرحت بانه مفاجاه بسبب هذا الضغط ولم اقصد بها شيء اخر. وقال تدربنا فتره دون اللاعبين الدوليين وده اثر على اداء المجموعه، ولدينا عمل كبير للوصول للمستوى المطلوب. تصريحات ذكيه ذكيه، لا انتقد منافس ولا انتقد لعيبته، عادي يعني. خسرنا مباراه، وده اللي كنت لسه بقول لجمهور النادي الاهلي، الاهلي مش هيقعد يكسب طول عمره، يعني ما اقصدش طول عمره، الاهلي بيكسب طول عمره بطولات، بس اقصد انه مش كل مباراه لازم يكسبها. مفيش فرقه في العالم هتكسب كل المباريات اللي بتلعبها، وانت بتلعب النهارده قدام الزمالك مش منافس يعني سهل ولا منافس في المتناول، حتى لو بعض الناس صوروا ده. ولو تفتكر 3-4 ايام قلت لك نفس القصه دي بالظبط، قلت لك ايه؟ قلت لك في ناس بتقول لك الاهلي هيكسب المباراه، وفي ناس من جمهور الاهلي يقول لك هيكسب المباراه كده كده، وفي ناس من جمهور الاهلي من جمهور الزمالك يقول لك الزمالك كده هيخسر المباراه. لكن ده صح ولكن ده صح، هتفضل مباراة الأهلي والزمالك يا جماعة تاريخيا 50-50 بغض النظر عن مستوى الفريقين. ياما الأهلي كسب الزمالك وهو أقل من الزمالك، وياما الزمالك كسب الأهلي وهو أقل من الأهلي، ملهاش حسبة، هي روح وحماس. والنهارده فاز كان بيلعب بقلبه، ولعيبة الزمالك النهارده كانت بتلعب بقلبها وبحماس شديدة. في كورة في آخر المباراة أظن كانت مع يحيى عطية الله ناحية الشمال، في ثلاثة من الزمالك عاملين عليه تاكلينج، ثلاثة بياخدوا الكورة، ده روح وحماس. لعيبة النادي الأهلي النهاردة ما جاتش، ومعاهم مارسيل كولر ببساطة شديدة. طيب دي حكاية. طيب النهاردة هقول لك بصراحة ميزة جوزيه جوميز إنه زي أي برتغالي، أو مش كل البرتغاليين بصراحة، معظم البرتغاليين المديرين الفنيين البرتغاليين بيعرفوا يخلوا الفريق واثق من نفسه، عنده الشخصية.
جوزيه جوميز رجع للزمالك جزء كبير من شخصيته. بالمناسبة جوزيه جوميز واجه الأهلي 3 مرات، في ال3 مرات كان بيستحوذ على الكرة أكتر، كسب 2 وخسر 1، كسب 2 وخسر 1. وتاني جوزيه جوميز ما عندوش قائمة النادي الأهلي، جوزيه جوميز ما عندوش لعيبة النادي، عنده لعيبة رائعة مش بقول أقل من لعيبة النادي الأهلي، بس ما عندوش العمق في قائمة النادي الأهلي. ده ماتش النهاردة، الاستحواذ للزمالك 53% مقابل 47% للنادي الأهلي. هات اللي بعده. ده ماتش نهائي الكاس، الاستحواذ كان للزمالك 56% وللأهلي 44%، رغم ان الأهلي فاز بالمباراة دي بس برضو الزمالك استحوذ مع جوزيه جوميز. ده ماتش الدوري بتاع سيف الجزيري طبعا الشهير، برضو الاستحواذ للزمالك 52 مقابل 48 للأهلي. في ال3 مباريات اللي قدرهم جوزيه جوميز قدام النادي الأهلي استحوذ على المباراة، خد الاستحواذ، ودي مش حاجة طبيعية تحصل قدام النادي الأهلي ولا بقائمة وتشكيلة النادي الأهلي. نجاح باهر لجوزيه جوميز قدام مارسيل كولر، باهر، استحق النهاردة مرة أخرى ومرة ألف الزمالك الفوز النهاردة. ومفيش واحد عنده ذرة حياد يقول إنه الزمالك ما استحقش الفوز النهاردة، الزمالك استحق الفوز. أداء مميز، أداء رائع، تحية كبيرة لجهاز فني محترم، لاعبين رائعين، إدارة تحملت ضغوط مش طبيعية، مش طبيعية ولا منطقية وشبه مستحيل عمل في ظروف زي ديت، وجمهور خيالي، جمهور وافي جدا، جمهور يستحق التهنئة، يستحق الفرحة النهاردة. يلا بينا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الكباتن الكبار كابتن سمير كمونه، كابتن طارق السيد. يا كابتن سمير منور الدنيا، وحشنا بقى انك الله يكرمك في رقم 10. وانت كمان وحشني جدا، اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا معاك النهارده. انا اسعد طبعا. كابتن طارق السيد اللي مال الدنيا افراح من ساعه ما دخل الاستوديو النهارده، وحقك يا كابتن طارق، حقك تفرح النهارده. الحمد لله، سعيد جدا انا معاك الاول يا كريم، وببقى تعرف دايما ببقى سعيد ان انا معاك طبعا كابتني وكابتن مصر كابتن سمير كمونه اخويا الكبير، شرف لي التواجد معاك. مبروك يا طارق، الله يبارك فيك. على الهواء اهو كل روح رياضيه. ايوه طبعا، عشان بيتقال كلام كتير، لكن النجوم لما بتقرب منها بتحس بجوه الشخص او بني ادم اذا كان صادق او بيقول حاجه مش مظبوطه. لا انا طبعا على الهواء ومن خلال البرنامج طبعا بنقوله مبروك، مبروك نادي الزمالك النهارده، يستاهل الحقيقه، يمكن كان هم افضل، والف مبروك نادي الزمالك وحظ اوفر نادي الاهلي. الزمالك يستاهل النهارده. كان يستاهل النهارده بصراحه، يعني احنا الزمالك كان يستاهل، والنادي الاهلي لعب على فترات، لكن فترات النادي الزمالك لعب فيها اكتر وكان مركز اكتر من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي كانت استعدت للمباراه الزمالك اكتر واحسن، لكن اثناء 90 دقيقه ما كانتش يعني ادت المطلوب من كولر، الناس اللي بدات او الناس اللي نزلت حالتهم ما كانتش افضل او احسن حاجه، عشان كده نادي الزمالك كسب. وصلنا لضربات الترجيح، لكن الزمالك انا شايف ان هو كان افضل نسبيا. افضل نسبيا؟ افضل نسبيا؟ لا، افضل كتير قوي، مش نسبيا، انا اسف كابتن سمير. الزمالك النهارده ليدنج 90 دقيقه. ليدنج حرفيا 90 دقيقة، الزمالك النهارده لعب جيم كبير جدا جدا ما شفناهوش من فترات كبيرة. يعني يمكن حتى آخر ماتش في الدوري اللي هو الزمالك كسبه 2-1 ما كانش بالحالة اللي كان موجود عليها النهارده. وأنا عندي مبررات أو مؤشرات للكلام ده. الأحاديث الإعلامية اللي طلعت قبل المباراة كله النادي الأهلي رايح كسبان. بعض نجوم النادي الأهلي قالت لك لا الزمالك ما يسافرش خالص، مش عارف ايه الكلام اللي هو ايه بتاع السوشيال ميديا وبتاع اعلام اللي هو الناس تطلع يعني شغل ترند من الاخر. استغلوا لعيبه الزمالك، ويمكن شيكابالا النهارده كابتن سمير قال تصريح خطير جدا. قال لك ان انا خدت الفيديو بتاع نجم من نجوم النادي الأهلي اللي قال فيه كذا 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 وعرضته للعيبه وقلت لهم عيشوا بقى، شوفوا انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. كره الزمالك النهارده ليدنج طول 90 دقيقة كان يعني كان أكتر من رائع،
كوره. ممكن اسالك سؤال وكابتن سمير يشاركنا في هذا الامر؟ يعني طبيعي جدا كاعلام او جمهور يشوفوا مين الطرف اللي ليه افضليه على الورق ده. ماشي. بيحصل حد انت كمان كمحلل بتقول والله الفرقه دي لها افضليه بنسبه ما، استقرار ما، لعيبه، جهاز فني عندهم عمق في صح كده؟ اتفق. المشكله واللي انا وانت والكابتن سمير برضو هنتفق عليها ان السخريه او التقليل من نادي الزمالك هو ده اللي ممكن نقف عنده. لكن فكره انه الناس كانت تقول انه الاهلي له افضليه، انا فاكر ماتش الزمالك داخل أنا الناس كلها كانت بتقول الزمالك له افضليه. هي دي بقى النقطه. ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس وملهاش حسابات. صح. فمحدش يا جماعه يفتكر اصل اللغه اللي كانت قبل الجيم يا كريم كانت كلها ناحيه ان الاهلي هيكتسح. هنروح نكسب رقم. هنروح نكسب نتيجه كبيره. ده غلط في الكوره وغلط في ماتشات الاهلي والزمالك. صح. خد بالك يعني ده مش طبيعي، مش كلام يعني. الاهلي طبعا فرقه مستقره، الاهلي جاب صفقات والمفروض ان الصفقات بتاعت النادي الاهلي اقوى. الاهلي سكواد مكتمل الاهلي، بس الزمالك يظل هو الزمالك طبعا، اسم كبير، مكانه كبيره، لازم لازم تعمل حسابه قبل الجيم. لان الزمالك مش اي نادي تاني في مصر، مع كل الاحترام والتقدير لكل انديه مصر. لا الزمالك يعني ورا. يعني ايه الزمالك مش اي نادي في مصر؟ الزمالك ورا جماهير كبيره قوي. فهمت. ففي فرق كبير جدا بين الزمالك واي نادي تاني. مع كل الاحترام والتقدير، تاريخ البطولات بتاع الزمالك بيشفع له يخليه ان هو لازم يتعمل حسابه. انما فكره ان انت تبقى مدي الجيم نسبه 90 10 مش كوره في ماتشات الاهلي والزمالك، ما ينفعش. طيب كورة. هل اللعيبه لعيبه النادي الاهلي يا كابتن سمير صدقت ده؟ حسيت النهارده في المباراه ان لعيبه نادي الاهلي نازله المباراه وهي حاسه انها هتكسب بسهوله؟ لا، هو بص كلنا متفقين ان مباراه الاهلي والزمالك ما لهاش تقييم خالص، او ما تعرفش مين اللي هيكسب. وفي ثانيه ممكن اللعيب يكون فايق قبل مباراه الاهلي والزمالك قبلها بماتشين ثلاثه وتلاقيه نازل الماتش مش موفق. صحيح. فدي كلنا متفقين عليه. لكن نتكلم على النهارده. ليه الاهلي النهارده ما ظهرش كويس؟ النهارده فرقه النادي الاهلي كانت مركزه كويس قوي، لكن ما عندهاش الدوافع اللي متعودين عليها او جماهير النادي الاهلي متعود عليها ان هي تكسب المباراه من بدايه الماتش. انت لو بصيت على اول 45 دقيقه احنا رحنا بكورتين بس. يعني كره لوسام وكره تقريبا الشحات حاجه كده، يعني في اول 20 دقيقه مع ضربه الجزاء. يعني مش متعودين النادي الاهلي ان هو ما يبقاش شرس هجوميا. صح. في اول 45 دقيقه النادي الاهلي 45 دقيقه يجيب جون، يجيب جونين، وبعد كده الشوط الثاني بتغييراته ويبقى اضافه. ده اللي متعودين عليه مع كولر والفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، عشان اوضح برضو لجماهير النادي الاهلي النهارده كان عامل ازاي. صح. ما شفناش دي. ما شفناش نواحي هجوميه، ما شفناش انياب. تيت الهجوم بتاع النادي الاهلي تاو وشحات ووسام مش زي ماتشين جورماهيا. صح. مش زي نهايه الدوري. صح. يعني كل دي مؤشرات وكل دي امكانيات لعيبه ما ظهرتش النهارده في مباراه السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك. عشان كده النواحي الهجوميه مع النادي الاهلي مش هتلاقيها قويه. حضرتك قلت لي انه ما كانش فيه دوافع للاهلي، لعيبه الاهلي ما كانتش عندها الدوافع النهارده من الدقيقه الاولى. تلعب قدام نادي الزمالك نهايه بطوله من مباراه واحده، بطوله قاريه، ايه اللي يخلي لعيبه الاهلي النهارده ما عندهاش دوافع؟ ما انت كل ماتش بقول لك ليه ظروفه. اللعيب ممكن ما يكونش في حالته، دوافعه مش قويه. بنسبه قليله جدا ممكن. قبل الماتش يبقى 50 50 ومشاحنات وجماهير واعلام والكلام ده، لكن اثناء المباراه قوه التحمل، جماهير، في اتنين جداد في الملعب، اللعيبه مريحه، في لعيبه مجهده. ممكن لا، حاله لعيبه النادي الاهلي النهارده فترات وفترات. يعني ممكن النادي الاهلي النهارده لو كان وسام جاب الفاول مع ضربه الجزاء 2-0 كانت فرقت قوي. لكن بتتكلم على امكانيات لعيبه النادي الاهلي النهارده، لا مش موجود، مش موجود، مش هي دي. مش هي دي الامكانيات، الشراسه الهجوميه والروح والانتشار والجمل التكتيكيه والكور الثابته اللي ليك، كل ده اخر فترات النادي الاهلي كانت موجوده. صح. ما شفناهاش النهارده. صح. مارسيل كولر جاهز المباراة بشكل جيد؟ ما انا بقول لك هو توفيق وعدم توفيق. جاهز الفرقه. لكن النهارده اللعيبه يعني اللي انا شايفه وحاسه ان هم ما قدموش افضل حاجه عندهم. طيب ايه اللي عجبك في الزمالك النهارده فنيا يا كابتن؟ كل حاجه. كل حاجه. لا الزمالك النهارده عمل جيم كبير قوي. فنيا وتكتيكيا، استحواذا على الجيم. مع ان هقول لك في نقطه مهمه جدا. فضل. نجم الفريق مش في حالته. زيزو. صح. يعني شوف ده زيزو ده اخويا الصغير. مش زيزو
المتوهج مش في حالته ومع ذلك انت النهارده كنت بتلعب تيم كنت بتلعب فرقه لو عاده لما الزمالك بيكسب مباراه يبقى زيزو مان اوف ذا ماتش الله ينور عليك العادي يعني الله ينور عليك قدام الزمالك كسب يبقى زيزو هو افضل لاعب الله ينور عليك النهارده إنما مش هو افضل لاعب انما لعب كان انما النهارده التيم كله الزمالك ويمكن طبعا كابتن سمير بيقول كلام مهم جدا بس في نقطه مهمه جدا الزمالك مش جورماهيا الزمالك مش جورماهيا كيني مهما كان الاهلي ليدنج على فرقه زي جورماهيا على فرقه زي اي فرقه في مصر خد بالك كولر لعب مع جوزيه جوميز ثلاث مباريات صح ماتشين مكسب وماتش خساره وماتش الخساره ليه احداثه بغض النظر عن ان برضه الزمالك كان ليدنج ال 80 دقيقه او كان كويس بس كان فيه هات وخد انا لسه عارض دلوقتي ان الثلاث مباريات اللي لعب فيها جوزيه جوميز قدام مارسي الكره الزمالك كان ليه الاستحواذ الله ينور عليك ثلاث مباريات الله فدي نقطه برضه لازم تبقى موجوده في الحسابات عشان كده بنقول ايه بنقول يا جماعه فرقه الزمالك غير اي فرقه انا بقول لك لو الزمالك اللي بينافس الاهلي على الدوري السنه دي وفي ماتشين نهائي دوري لا الزمالك ما كانش ممكن كان ممكن الامور تتغير مكان بيراميدز فرق الجمهور عشان كده لما كنت قاعد جنبك هنا قدامك هنا كريم قلت لي طب ايه الفرق قلت لك الجمهور الجمهور حاجه كبيره جدا الجمهور بيدي دوافع وبيدي دوافع للعيبه بشكل كبير جدا جدا الجمهور انت بعض الناس داخل النادي الاهلي ادي الدوافع للاعيبه الزمالك بطريقه غير مباشره وجمهور الزمالك ادى دوافع للاعيبته فدي نقطتين مهمين جدا بمناسبه الكلمه بتاع الدوافع اللي بيقولها كابتن سمير ودي نقطه مهمه جدا هي الفكره انت خلقت لنفسك دوافع ولا لا قدرت تخلق لنفسك دوافع ولا لا غير انها بطوله قاريه غير انها بطوله قاريه غير انها بطوله كبيره ضد المنافس المباشر بتاعك انت ازاي تعرف ممكن انا اشتغلت مثلا مع مدرب في محاضره ان مدرب المنافس اهان لعيبه الزمالك في كلمتين على الاعلام ما كانش لسه السوشيال ميديا المدرب اللي شغال معاه كتب كلمتين كده على السبوره وطلع سابهم قال لهم دول الكلمتين اللي قالهم المدير الفني بتاع فرقه اللعيبه وسابهم ومشي نزلوا كسبوا 4 فعارف انت ايه قصدي ان ممكن بتتخلق لك انت شوف النهارده الروح القتاليه بتاعت لعيبه الزمالك طبعا. شوف النهارده الاستحواذ الكره الثانيه كلها بتاعت الزمالك طريقه التحجيم الجيم النهارده كابتن سمير بيقول نقطه مهمه جدا وسام وشحات وبيرستاو مش في حالتهم عشان ديفنس الزمالك غير صح ديفنس الزمالك غير ما انا هجي لك بقى على ديفنس الزمالك وهجي لك على واحد تحديدا يعني فكر فيه زي ما انت حسام عبد المجيد بس كابتن سمير هل المباراه بقى نفسها انا سالتك مارسي كولر جاهز للمباراه بشكل جيد ولا قلت لي بشكل جيد وما كانش فيه توفيق النهارده اداره المباراه بقى نفسها سواء على مستوى التشكيله او على مستوى التبديلات كانت اداره جيده لكولر النهارده اداره جيده انت بتتكلم في مباراه النادي الاهلي كسبان 1-0 الشوط الاول والشوط الثاني نادي الزمالك اتعادل ماتش ما فيهوش فرص لا هنا ولا هنا واخد بالك فالمدافعين هنا مستريحين والمدافعين هنا مستريحين أيوة. ده طبيعي جدا فانا عشان مدافع لما اشتغل واتالق اكيد في هجوم جاي عليا وفي فرص وفي مواقف الاطراف شغاله العمق شغال لكن بتتكلم على اداره المباراه الكولر لا ما فيش مشكله ممكن اخطا في حاجه او هو اخطا في حاجه ان هو عمل تغييرين ثلاثه بدري شويه يعني تغييرت امام بدري شويه تغييرت تاو بدري شويه تتكلم في حسين الشحات كان ممكن يكمل لكن هو تغيير الدماء او التجديد وخلق الدوافع اللي احنا بنتكلم عليها النادي الاهلي معودنا عليها ما كانتش موجوده ما كانتش مساعده المدرب بره في اداره المباراه انه يعمل سيناريو واثنين وثلاثه صحيح فدي كانت مشكله بالنسبه لكولر اللعيبه قدام عينه في الملعب لكن اللعيبه مش مطلعه افضل واحسن حاجه عندها ما فيش اختراقات من العمق ما فيش اطراف ما فيش فرص مفيش جبهات الباك والهاف بيشتغلوا من اليمين والشمال عطية الله مثلا مع امام الناحيه الثانيه اهاني قبل ما يطلع مع حسين الشحات او بيرسي تاو كل ده ما شفناهوش النهارده وسام ابو علي كان بينزل تحت قوي كان معزول بعض الفترات فكل دي اشياء او حاجات انت بتتفرج عليها من بره كمدرب مش هتعرف تعمل حاجه انت بقى كمدرب بتقول لي اللي هو انا خلاص انا اللعيبه كلها انا بقول اللعيبه اللي بلعب بيها وبتكسب عملت كل حاجه لكن اللعيبه ما هياش فايقه فده مش ما اقدرش احاسب عليه مدرب انا اللي انا بحاسب عليه كولر او الكومنت اللي اقدر انا اقول لكولر ان انت قدرت يعني او في خطا
انت التغييرات كانت بدري شويه لان الفرقه كانت ماشيه كويس، رغم ان كولر دايما يلام ان تغييراته متاخره، بس النهارده التغييرات كانت بدري. هم الاجانب كلهم كده بيغيروا بعد الدقيقه 65 70 بيدي فرصه كبيره جدا للعيبه الاساسيه وبعد كده يغير، ممكن يغير اللي ينزل بيبقى بيصنع الفرق زي قفشه والكلام ده ماشي، انما التغييره الوحيده اللي كان ممكن يغيرها في الدقيقه 65 وانت كسبان هو قفشه. صح، بيغير لك طريقه اللعب والراجل بيلعب 10 وعنده رؤيه والسكان بتاعه كويس، بيقدر يلعب على الاطراف ومن العمق ويجيب لك فاول، يجيب لك يعني بيخلق فرص جامده جدا، هو ده التغييره الوحيده. لكن الاداره بتاعت كولر النهارده ما هياش وحشه، هي غلط بس في حاجه اللي انا بقول لك عليها كريم، التغييرات كانت بدري شويه، لان هو كان المفروض كان عمل كنترول على اللعيبه خصوصا بالذات في نص الملعب، ان اكرم ما كانش في حالته هو مروان، خرج مروان، مروان ما بيطلعش يعني مروان انت عارف مكوك في نص الملعب طبعا. فهي الاداره بتاعت كولر النهارده معقوله بالاضافه بس او الحاجه الوحيده اللي هي الاخطاء في انه بدر شويه التغيير بالظبط في التغييرات. عظيم. طب طارق حسام عبد المجيد، وانا بسال على اسم لاعب تحديدا لانه عاده مع لما الزمالك بيخسر اكتر واحد بيشيل حسام عبد المجيد، دايما الناس تقول حسام عبد المجيد، بما ان الزمالك بيكسب النهارده ففرصه انه ياخد حقه. حسام كان نجم من نجوم اللقاء اللي كان مفاجاه الاول قبل ما اتكلم على حسام، محمود بن طايك. صح، محمود بن طايك النهارده لعيب رائع، اداؤه ثابت دفاعيا وهجوميا، بيكمل في الهجمه لاخر الخط وبيرجع يدافع في نفس المكان بتاعه اللي هو اصلا مش عايزه يبقى ثغره بالنسبه له. النهارده اللعيبه بتاع الزمالك كلها في يومها. لا سوري بس، محمود بن طايك رائع، انت كليفت باك، باك ليفت رائع عشان النهارده، ولا انت حسيت ان هو رائع عموما من ادائه النهارده؟ انا بقول لك بقى على لمسات وتحركات وتفاصيل. لا هو التفاصيل صغيره جدا، لعيب واضح ان هو لعيب كبير، عشان ممكن يعدي النهارده كويس قوي بعد كده. باك ليفت كويس جدا 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 كويس. لان اختياراته لاماكنه وتحركات لعيب واعي وفاهم. مش يعني في اوقات كتير جدا كان بيبقى مفتاح لعب، لو اتلعبت له الكوره بيبقى خطر جدا، اللي هو بيسيب الخط ويروح على العمق شويه مثلا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو لو القلب مقفول بيطلع وبيكمل عشان يعمل كروس باس، وعمل في الشوط الاولاني الثلاثه كروس باس ورا بعض، ممكن يكونوا مش احسن حاجه بس الاسباب ايه. هو ان هو لسه غير مكتمل بدنيا طبعا، غير من شهر ابريل ما لعبش مباراه سنين. الله ينور عليك. شهر ابريل، والكلام اللي اتقال عليه كتير قوي قوي الفتره الاخيره، والنهارده جوزيه جوميز يديله من اول الجيم ويثق فيه ويديله الثقه اللي كان بيلعب بيها بن طايك النهارده، ده معناه ان الراجل شايف قوي وان اللعيب كويس قوي. فانا بس حبيت اركز مع بن طايك عشان ده مركز الباك ليفت، وهو يعتبر من وجهه نظري الشخصيه هو مان اوف ذا ماتش في الجيم. تخيل. لانه فعلا ادى اداء دفاعي وهجومي في ماتش القمه بعد مده كبيره جدا جدا ونهايه كاس سوبر، ان هو يؤدي بالاداء ده 10 على 10. حسام عبد المجيد، خد بالك ببقى في بعض الاوقات متخوف، انما حسام عبد المجيد في الاوقات الصعبه بيبقى موجود. صح، في الاوقات المهمه بيبقى موجود. صح، والدليل على كده بطوله الاولمبياد. ماتش الزمالك والاهلي 2-1 الماتش الاولاني في الدور الاولاني، حسام عبد المجيد يعتبر من نجوم الجيم. في الاولمبياد حسام عبد المجيد من نجوم الفرقه. فحسام عنده بس في اوقات بيسرح. النهارده مفيش سرحات خالص، النهارده 90 دقيقه تركيز، وواضح ان اللعيبه كلها كده كريم. صح، مش واحد بس يعني، هو معاه حمزه المسلوس وعمر جابر كله النهارده كان جاي. الغلطه والديفول الوحيد النهارده الفاول اللي جت ضربه جزاء، البنالتي اللي اتحسبت ضربه جزاء، ده الديفول الوحيد من حمزة ان اتاخر شويه حسام، وفي نفس الوقت خلى المسلوس يخش وخد التاكلينج من بدري. كان لو قفل حسام من بدري كانت الكره، والكابتن سمير طبعا خبرات في الحته دي يقدر يكلمنا فيها اكتر منه. اتاخر شويه حسام، اتاخر فتحوا الملعب، الله ينور، الراجل جاي من العمق. هو ده الاختراق من العمق، لازم واحد يقابله، يا اما في نص الملعب يا اما مساك من الاثنين مساكين، والتاني يعمل عمق وراه. لكن الاثنين كمان هي ميزه النادي الاهلي بيعملها دلوقتي، ان هو بيفتح الوينجر اليمين والشمال وواحد يجي من العمق، زي الجون اللي جابه وسام ابو علي، اتلعبت لاكرم توفيق، استلمها عطيه الله عملها في ماتش جورماهيا وسام ابو علي. صح، فالنهارده اتعملت. اللي بيجي من العمق بيعمل ستريتش بعرض الملعب. فالاثنين اتخدعوا، قلبين الاثنين مساكين، حسام اتاخر شويه، حسام اتاخر ومسلوس كان مع حسين الشحات الناحيه الثانيه، فاتنين فتحوا، فالسكه بقت فاضيه، فمشي
فاضطر المسوس يعمل ضغط عليه في على خط ال 18 ابتدى يخش جوه راح عامل معاه ضربه الجزاء. هي دي بس الخطا اللي كان في ديفنس النادي الزمالك بالفعل. فالحسام النهارده هتلاقي مستواه طول ال 90 دقيقه ثابت. وخد بالك كمان حسام عبد المجيد ده شاط بينالتي صعب جدا اللي هو الرابع اللي قبل الاخيره بالنسبه للزمالك. لو حصل اي ديفو الاهلي بيرجع وهيكسب. على فكره الشناوي راح معاه بس حسام حطها حلو. بس في لقطه لو الشناوي كان صدها كان كل الناس جابوها بس انت ما خدتش بالك منها. اثناء الاستعداد لضربات الترجيح حمزه علاء راح اتكلم كتير مع الشناوي عشان في اتنين كانوا المفروض هيشوطوا. ايوه حسام عبد المجيد مع بعض منتخب اولمبي. فهو تقريبا حمزه قال له بس هي كانت جامده طبعا الجامد في الارض حطها بكفاءه بس اقصد لو كان الشناوي صدها كانت اللقطه دي كل الناس جابتها قويه على الارض وحمزه علاء بيتكلم بالزبط. مع الشناوي وحسام حطها حلوه قوي. فحسام نجم من نجوم اللقاء وعواد طبعا انا النهارده عواد الحقيقه النهارده عواد اثبت ان هو يستحق وجوده في نادي الزمالك ويستحق اي حاجه. ليه؟ عواد النهارده كابتن سمير بقاله اكتر من اربع شهور فتره طويله ويرجع بالمستوى ده هاي ماتش الاهلي والزمالك والكره اللي قال عليها الكابتن سمير دي في منتهى الصعوبه بتاعت اسامه ابو علي. فدي لده الزمالك الجيم وركبت عواد في الجيم. يعني خد بالك بلغه الكره ركبت عواد الجيم. انت اول كره في الجيم صعبه جدا في ضربه حره وسام حطها زي الكتاب ما بيقول وعواد شالها. عواد النهارده لما تبقى انت مش في دماغك ان انت تلعب وقبل 24 ساعه او قبل يعتبر 24 ساعه بالظبط تلاقي نفسك انت اللي موجود وانت الاساسي من اربع شهور لا لا. ففي النهارده ناس قالت احنا هنا ابن طايك عواد حسام عبد المجيد صحيح. بغض النظر بقى عن ان الفرقه كلها انا في البدايه قلت لك ايه الفرقه كلها كويسه. عبد الله السعيد اخباره ايه؟ لا عبد الله نجم. لا اصل ده خارج التقييم بجد خارج التقييم. النهارده عبد الله السعيد بيلعب مركزين. ناصر منسي جاب جون حلو برضه. ناصر طبعا صح اكيد خد بالك خد نجم المباراه مفاجاه راجل المباراه صح قطعه كمان بس انا هاخد الاول عبد الله وبعد اذن كابتن سمير هتكلم على ناصر وبعد كده عشان كابتن سمير ياخد وقته برضه. لا براحتك يومك بقى يومك بس ما تزودهاش بقى اعمل لي هنزل اعمل عليك تاكلنج هجيبك عملنا لك مبروك بقى طارق خلاص انت والزمالك الزمالك لا مش حقهم مش طب يا كابتن سمير لا احنا واخدين بطولات برضه وحاطين عليكوا جامد ماشي يا عم طارق. عبد الله النهارده لعب مركزين مركز 6 ومركز 8 لان في اوقات الراجل كان بيلعب 4-1-4-1 وفي اوقات كان بيلعب 4-2-3-1 فالنهارده عبد الله السعيد يد 90 دقيقه بمعدلات جري عاليه جدا اللي عملها عبد الله السعيد ده انجاز كبير جدا. القطعه بتاعت ناصر منسي بترجعه ل 30 سنه فاتوا مش شهرين ولا ثلاثه ولا لا قطعه النهارده ناصر منسي وفي كره تاني بالهيدز بعديها برضه عملها حلو. طيب انا عايز اروح للكابتن سمير وكنت بتكلم في الانترو كابتن سمير وخبراتك انت بقى تقول لي صح ولا غلط. هل الاهلي في حاجه الان لمدير كره؟ دي حقيقه. ايه اللي يمنع؟ وعجبني الانترو بتاعك قوي. احنا طول عمرنا متعودين على مدير كره. من اول كابتن طارق سليم رحمه الله عليه وكابتن ثابت رحمه الله عليه وكابتن محمد رمضان هادي خشبه وائل جمعه سيد ابو حفيظ اخرهم خالد بيبو كابتن محمد رمضان فتره طبعا. فبتتكلم في اسامي كمان وكوادر على اعلى مستوى. ايوه يعني انت بتتكلم في حاجه شخصيه راجل فاهم ثقف فاهم اللوائح كويس قوي اللعيبه قريبه منه اللعيبه بتحبه لعيب جماهيري كان نجم جوه النادي الاهلي بتتكلم في صفات مدير كوره واكيد الاهلي عنده كوادر بالظبط كتير يعني ما ينفعش نقول الاهلي بس ما قدرش يعين مدير كوره عشان ما فيش كوادر لا في بس هو يعني ما تعرفش يعني انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا وعجبتني اتفضل ان النادي الاهلي بيبقى بيحب التخصص تخصص مدير كوره يعني مدير كوره مدرب عام يعني مدرب عام ايوه انا مش مع يعني ده رايي الشخصي لكن اداره مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط ليهم راي اخر طبعا حاجه بتاعتهم يعني طبعا كل واحد يعني حر يعني ادي كل واحد تخصصه عشان يشوف شغله كويس صح كده دي ده رايك انت كمجلس اداره وان احنا بنقول راينا المتواضع يعني احنا متعودين عليه في تاريخنا وتاريخ النادي الاهلي عشان تفرغ او تدي كل واحد حقه ويشوف شغله رقم واحد اللي متعودين عليه داخل النادي الاهلي جوه المنظومه
خلي مدير الكوره مدير كوره، وخلي المدرب العام مدرب عام، مدير فني مدير فني. لكن حته ان انت تخلي كابتن سامي مدرب عام والقائم باعمال مدير الكوره، بتهيالي بتبقى فيها يعني عدم تركيز شويه. طبعا يعني دي نقطه مهمه، او مش بتاعتي يعني، مش مهاراتي ابقى مدير كوره، بس ما احنا عايزين سامي مع كولر عشان يتفرغ للفنيات. طبعا، وزي ما قلت لحضرتك هو النادي الاهلي اصلا بيحب التخصص. فانا رايي النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان هو يعين مدير كوره عشان الامور الاداريه تبقى ماشيه مع الامور الفنيه، والنادي الاهلي يبقى التخصص بتاعه رجع تاني لعادته الطبيعيه، ان هو بيبقى تملي عنده مدير كوره. سيد حفيظ قعد 10 سنين او 11 سنه في النادي الاهلي، كان ناجح وخد بطولات مع النادي الاهلي. خالد بيبو جه قعد سنه خد بطولات مع النادي الاهلي. صحيح، الراجل قال لك انا مش عايز مدير كوره، عايز ده ومش براحته. ده الراجل مدير فني اتفق مع لجنه التخطيط ومجلس الاداره، دي براحته. لكن انا بتكلم على ستايل النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، طول عمرها بيبقى فيه مدير كوره يدير النواحي الاداريه باحترافيه، بتفرق قوي مع النادي الاهلي. عظيم. طيب هتقول يا شباب الصوره، قالوا لي في صوره عايزين الكابتن سمير كمونه يعلق عليها. الصوره جاهزه اللي انت قلت لي عليها؟ يلا اهي كابتن سمير على اليمين اهي. اللقطه دي يا كابتن بص على يمينك اهي. انا طبعا الاحتفالات اللي هي قبل الفوز انا ما بحبهاش. يعني حد يعمل كده نايم نينا ولا صاحي من النوم ولا فوق او صح ستيف كيري، يعني ما انا بحبهاش. سواء نادي اهلي او غير نادي الاهلي، واتنين مهذبين جدا بالمناسبه، يعني بتتكلم على اتنين يعني عمر كمال عبد واحد طبعا راجل ملتزم في كل حاجه ومش بتاع حركات يعني. ونفس الشيء رامي ربيعه كابتن الفرقه وراجل دولي. انت عارف في لعيبه ممكن تتخيل ان دي تطلع منهم، لكن دول لا. يعني في لعيبه ممكن تطلع منهم حاجات زي كده، لكن دول لا. انا ما بحبش الاحتفالات قبل الفوز. بص اكسب اعمل اللي انت عايزه ماشي بحدود طبعا. انا دي بص بموت يعني فيها، تقلع بقى التيشيرت، تطلع المدرج، تعمل شقلبازات، انا ما عنديش مشكله. صح، تفرح الفرحه بالنسبه لي اوبن بوفيه. دول الاساءه الاحد طبعا. بالظبط اكيد. لكن اللقطات اللي بتتعمل دي اثناء ضرب الجزاء او بعد الهدف اللي هي الاحتفال الخارجي، سواء النادي الاهلي او منتخب مصر او اي فرقه في العالم، انا ما بحبهاش. فدي مش من عادات وسمات او صفات النادي الاهلي. صح، فدي انا لقطه برضو انا حبيت اعلق عليها برضو. ناصر منسي خطف واحده برضو بعديهم، قال لك اشمعنى هم؟ لا ما هو اصل هو برضو بس ناصر منسي حبي بقى كانت ردت فعل بغض يعني في انا اقصد ان كلهم غلطانين. يعني كانت ردت فعل بالنسبه لان انا ايه انا كلاعب كره في الملعب او انا ناصر يعني على سبيل المثال، حاسس ان لعيبه النادي الاهلي ايه ناموا وارتاحوا تكسبوا. عارف انت دي، خد بالك انا اتكلمت في البدايه كريم في النقطه دي. فكره ان انا رايح كسبان الماتش من قبل الماتش، هي دي والصوره دي خير دليل على الكلام. يعني الصوره دي خير دليل على الكلام. لان حتى لو انت بتقول يا كريم مش دول بيعملوا كده او ما عملوا، فهو واضح ان هو احساس جماعي عند لعيبه النادي الاهلي ان هم رايحين مطمنين قوي للجيب، رايحين مطمنين قوي لان هم رايحين كنزهه يكسبوا. طب اخر حاجه هقول لك جمله، قول لي صحيحه او خاطئه، وهسال نفس الجمله للكابتن سمير. الاهلي النهارده خسر المباراه قبل ما الزمالك يكسبها؟ لا، الزمالك كسب المباراه عشان الزمالك يستحق ان هو يكسب المباراه طبعا. والاهلي دخل خسران عشان مش مركز. الاهلي نسبه، انا مش عايز، انا يمكن في القعده ما ينفعش اعلق على كابتني واخويا الكبير كابتن سمير في اي كلمه. النادي الاهلي ما جهزش للماتش كويس. واضح ان هم ما جهزوش للماتش كويس. لو جهزت كولر بيبان ولعيبته بتبان لما بيكون متجهزين للماتش كويس قوي. ده ما حصلش. ما حصلش خالص. طيب الاهلي خسر المباراه قبل ما الزمالك يكسبها؟ لا، اثناء المباراه. انا قلت هو استعد لمباراه جرماهيا مباراتين، جاب 6 اهداف. حاله الفرقه كانت كويسه جدا. لما النادي الاهلي بيكون كويس بقول النادي الاهلي كويس. لكن اثناء 90 دقيقه النادي الاهلي ما قدمش افضل حاجه عنده. لان انت يعني اول مره تشوف النادي الاهلي ما ضيعش فرص، فدي هتكسب ازاي؟ ما خلقش دوافع وما خلقش فرص، واللعيبه معدلات الجري بتاعتها قليله جدا، واضح ان هم مراهقين، في حاجه غلط. الاهلي عنده السوبر مصري وعنده انتر كونتيننتال قبل يناير، هل الاهلي محتاج يشتري مهاجم فورا ولا ياجل يناير زي ما الاهلي اعلن؟ لازم يشتري دلوقتي ويبقى مع وسام. انت عندك النادي الاهلي ممكن يشترك في 6-7 بطولات في السنه. فما ينفعش تلعب بفرد واحد ويروح يلعب منتخب.
الاجنده الدوليه وبعدين يرجع تاني وبعدين يروح المنتخب كتير جدا لعيب يجهد. انت بتتكلم في لعيب دولي وعندك فيرود واحد بس. كهربا ممكن يكون بينزل فيرود او ينزل ناحيه الشمال او ناحيه اليمين ماشي بيستعين بيه كتغييره، انما كهربا في الاطراف احسن من الفيرود. يعني ده وجهه نظري. لكن اسامه ابو علي فيرود صريح، فيرود محترم جدا. الاهلي لازم يجيب فيرود، فالنادي الاهلي لازم يجيب فيرود الفتره اللي جايه. كابتن سمير نورت الدنيا دايما، بنتشرف وفرحان جدا وسعيد ان انت كنت موجود النهارده. يا كابتن طارق مليون مبروك الفوز النهارده عن استحقاق وجداره، يعني 1000 مليون مبروك. حبيبي يا كريم، بس قبل ما تقفل هقول كلمتين بس لجوميز. جوميز النهارده لما جات له الادوات الزياده، عشان كنت انا اكتر واحد معترض على 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 جوميز في حاجات، لما جات له الادوات اللي يقدر يعمل تغييرات بيها النهارده كانت الامور مختلفه. فبنقول له مبروك هو بالذات النهارده، لان النهارده عمل جيم محترم على فرقه كبيره زي النادي الاهلي. مبروك يا طارق حبيبي يا كابتن سمير، هارد لك النادي الاهلي. مليون مبروك يا كابتن حبيبي، مليون مبروك يا كابتن طارق. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، اصدقائي الاعزاء محمد جمال، محمود شاكر، محمد خليفه، تحليل تفصيلي للمواجهه، خليكم. شرفني ونورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء محمود شاكر، محمد جمال، ومحمد خليفه لتحليل مواجهه اليوم ما بين الزمالك والنادي الاهلي في كاس السوبر الافريقي. الزمالك بطل السوبر. محمود منور الدنيا، ازيك يا كيمو، اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام. مبروك لنادي الزمالك ومبروك لجماهير نادي الزمالك الفوز بالسوبر، وهارد لك اكيد لجماهير النادي الاهلي. جمال منور وبشرف حبيبي يا كيمو. خليفه منور الدنيا. بنورك يا كريم، سعيد ان انا معاك في اليوم ده تحديدا يعني، وسعيد طبعا موجود مع شاكر ومع محمد جمال. حبيبي بيك. انا يعني بقولت لك يعني لا يحكم على الفائزين بكيف، اتركوا زي الخاسرين. اتفضل ابدا بيك برضه حبيبي. الزمالك ليه كسب النهارده؟ ليه الزمالك النهارده استحق الفوز باتفاق معظم الناس انه الزمالك في كل الاحوال فاز بالمباراه وفاز بالبطوله عن استحقاق؟ خلينا نقول في جوانب معنويه كانت مؤثره جدا مع نادي الزمالك وجوانب فنيه. الجوانب المعنويه الديربي ديربي وقيمته دايما في قيمته، يعني القيمه دايما بتنبع من ان انت بتنافس فريق قوي. فالتقليل اللي حصل انا مش هقول كله على فكره، لان هي مش كاتش حمله من كله، هو احنا بنسمي الاسماء بمسمياتها وما بنخافش من حاجه. كابتن احمد بلال لما طلع قلل باسلوب في استهزاء من نادي الزمالك، الاسلوب كان سيء جدا، يعني بقيه الناس اللي اتكلمت اتكلمت عادي على فكره، وانا متفق معاك 100%. لو اي حد محلل او كذا شايف ان فرص فريق افضل، ده في الكوره عادي جدا، صح. انها فكره ما يروحوش ويحسن لهم، ده تقليل وسخريه. اكيد هو بعد كده اعتذر وصلح الموضوع، يعني. تمام، بس في اللحظه اللي اطلق فيها التصريحات السخريه دي ادى الدوافع. انا بقول لك ان في احيانا انت كلاعب كوره لما بيتم التقليل منك بالشكل ده وانت نجم كبير، فيهم لعيبه كتير في منتخبات مصر ولعيبه لها تاريخ كبير جدا في الملاعب المصريه. غريب ان كابتن احمد بلال اصلا كان معايا تقريبا من اسبوع 10 ايام تحدث بكل احترام عن نادي الزمالك، وحتى قال انه صحيح نسبه تفوق الاهلي 60-40 وده ممكن يبقى كلام منطقي جدا. قلت نفس الكلام اصلا على فكره، يعني انا حطيت نفس النسبه، انا رجل من النادي وحطيت نفس النسبه للاهلي بناء على الماتشين اللي الاهلي لعبهم ضد كورمايا والماتشين اللي لعبهم الزمالك ضد البوليس الكيني. انا ما عنديش اي مشكله ان في فريق يقول ان الطرف الافضل. انت بتقول لي جزء معنوي، الجزء المعنوي الزمالك كان عنده الدافع الاكبر دي مليون المية، يعني وده قيمه برضه نادي الزمالك بجمهوره في الحته بتاعت انت بتستدعي ساعات الروح الزياده دي، يعني انت في احيانا كده كده ماتش الديربي بيتلعب بشراسه، صح. بس انت ساعات بتستدعي بقى التقليل والحاجات اللي زي دي، اللعيب بقى بيلعب علشان ده ماتش ديربي ومهم وبطوله، وفي حته ثانيه حافز اضافي لنفسه، انت بتقلل مني انا كبني ادم، فانا هنزل اموت نفسي كشخص يعني، صح. ده الجانب المعنوي وكان موجود بشده عند نادي الزمالك وبان في الثنائيات. الجانب الفني بقى، الجانب الفني انا عايز اقول لك ان ده ثالث مباراه على التوالي مهما كانت النتيجة، اللقاءين اللي قبل كده اللي هم اتلعبوا جوزيه جوميز بتفوق على مارسيل كولر، يعني في الملعب الاهلي فاز ببطولة الكاس والزمالك فاز بقمة الدوري، وطبعا في قمة انسحاب ما اتلعبتش، بس دي ثالث مباراة جوزيه جوميز يكون هو الطرف المهيمن والافضل. ممكن الافضلية مش اللي هي بتبقى واضحة قوي كتسديدات وخطورة، لكن على الاقل الراجل نقل الزمالك دايما فريق رد الفعل، وده كان موجود حتى في الدربيات اللي فاز بها الزمالك قبلي، يعني الدربيات مع كارتيرون وكذا كان بيبقى طرف احيانا الزمالك بيكسب لكن بيبقى رد فعل، صح.
لا هو الراجل نقل الزمالك لفكره ان هو الفريق الفعلي والمسيطر. الارقام بتقول كده. الارقام بتقول ان الزمالك كان الطرف الاكثر استحواذا. اول ارقام معانا اللي هي ارقام تفوق الزمالك، الطرف الاوسط اكثر استحواذا 56 مقابل 44، مش هامش كبير لكنه هامش بيبين ده. عدد الباصات بتبين ده، عدد التسديدات، عدد الفرص اللي تم خلقها. الارقام من اما تتعرض الناس كلها هتشوف. يلا الزمالك هنعرضها بعد شويه، بس يعني مشكلة. انا عايز اروح بقى السؤال انا سالته لك، ليه الزمالك كسب النهارده؟ هروح لمحمود واساله ليه الارقام هي خديفه. طب الارقام دي اجمالي التسديدات 13 ل 7، الضعف تقريبا. على المرمى 2 ل 4، الاهلي طبعا سدد منهم في كره وسام، دي تحسب اكيد. لكن الفرص الكبيره اللي اتخلقت، فرصه واحده للاهلي، فرصتين للزمالك، لان الاهلي سدد من بعيد يعني. صح. فيهم تسديدات هنا الزمالك ضيع واحده اللي هي ما جاتش، وعلى فكره فرصه الاهلي الوحيده الكبيره هي ضربه الجزاء اللي هي تم تسجيلها. عدد الباصات الزمالك أكثر. متفوق اللي هي الصحيحه. لا هو الدقه واحده 83، ولكن عدد الباصات اكتر للزمالك. بالظبط كده، الباصات اكتر. عدد الفاولات اللي بتبين لك برده من الطرف اللي كانت بتبقى معاك كوره والطرف الثاني. الاهلي بكتير، الزمالك عمل 9 فاولات، الاهلي عمل 19. الاهلي الزمالك خد 3 ركنيات، الاهلي ما خدش ولا ركنيه. فده برده دليل الاهلي لا لم يمارس حقه في الركنيات اللي كان بيتفوق فيها الاهلي الفتره اللي فاتت، وكان ليها تكتيك معين كان بيعمله مارسي الكرة، النهارده ما جالوش ولا ركنيه. اما هو رغم ان انت ده دليل ان انت ما هاجمتش، ما بادرتش، وما استفدتش من التقدم بتاعك. خلي بالك. صحيح صحيح. ليه الاهلي خسر؟ الكوره يا كريم ما بتحبش ابدا اللي بيتعالى عليها. في الاول في الاخر دي اسمها كوره. ياما شفت ماتشات كتيره جدا الطرف في بيبقى فيها اقوى من طرف تاني، ولكن في ماتشات الديربي الموضوع مختلف تماما. صح. فاكر الكابتن الجوهري في سنه حاجه و80 لما النادي الاهلي لعب بالناشئين وكسب الزمالك بكل نجومه وطلعه من الكاس؟ نفس الكلام ده هو اللي حصل النهارده. النهارده قبل المباراه كل لعيبه النادي الاهلي فكه، الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي فاكك، حتى جماهير النادي الاهلي كان عندها ثقه مش طبيعيه ان المباراه هتخلص وهتخلص بسكور. ده بتاخده بتبني عليه الفريق اللي قدامك دوافع وبتحطها. بس حاله عدم التركيز من لعيبه النادي الاهلي ومن مارسيل كولر، اللي انا دايما اقول يا كريم مارسيل كولر ما سافرش السعوديه. هو مارسيل كولر لعب واحده، اذا ما كانتش دي اسوا مباراه لمارسيل كولر منذ مجيئه للنادي الاهلي. ولكن الحاله الغريبه بالنسبه لي حاله اللعيبه، في لقطه في ضربات الجزاء، والله يا كريم اول ما شفت اللقطه دي قلت نادي الزمالك هيكسب. اللقطتين دي، اول واحده لرامي ربيعه لما جاب الهدف الاول، واللقطه الثانيه بتاعت عمر كمال عبد الواحد اللي اصلا هو مش الشخصيه دي اللي هي بتقعد تنكش الجمهور. اللقطه دي انتوا عمر كان بيسجد قبل شوط الجزاء، يعني انت رجعت لربنا. ما ليه جماهير، ليه لعيبه النادي الاهلي، وده عمره ما كان طبع في لعيبه النادي الاهلي، انت بتقلل يعني بتستهزئ شويه بالحارس اللي قدامك اللي لعبت له الكوره وانت لسه في اول ضربه الجزاء. فبالتالي انت خليت ناصر ماهر هو ناصر منسي عمل الاحتفال بعدك، والحفله اتقلبت انت عليك، وبقى كل دلوقتي جمهور نادي الزمالك وكل لعيبه نادي الزمالك بتصور نفس الصوره دي، تدل على الثقه اللي كان مبالغ فيها من لعيبه النادي الاهلي، قله التحضير من عند مارسيل كولر. وحاجه مهمه جدا، اين مدير الكره في النادي الاهلي؟ مع احترامي الكامل لمحمد الشناوي، مع احترامي الكامل للكابتن سامي القمصان، كابتن خالد بيبو، كابتن سعد محفيظ، فين مدير الكره يلم اللعيبه؟ كريم لعيبه النادي الاهلي فكه من بعد احتفالات مباراه الدوري او مباراه جورمايا اللي احتفل بيها الدوري. كل المنظومه داخل النادي الاهلي كانت فكه، وده اللي بامرت النهارده النادي الاهلي شكله كان في الملعب أسوأ بكتير من النادي الاهلي طول السنتين معاه. جمال، ايه دليل تفوق جوزيه جوميز على مارسيل كولر النهارده؟ دليل تفوق جوزيه جوميز، لا هو في لقطه مهمه قوي بالنسبه لي، لقطه فاصله تقول لك قد ايه الراجل مركز، قد ايه الراجل رجع فرقته تاني في المباراه، قد ايه جوميز كان عنده القدره في وسط كل الاجواء انه محضر اللعيبه نفسيا كويس قوي فعارف يرجعهم. نعرض اربع خمس صور وقت الحاله اللي كان عليها مشكله، وكابتن عبد الواحد السيد استدعى اللعيبه عشان يطلعوا بره، فصلهم تماما، اتكلم مع اللعيبه قال لهم مالكوش دعوه، مالكوش دعوه باللي بيحصل، مالكوش دعوه بضربه الجزاء، ضربه الجزاء اتسجلت ما اتسجلتش. واحد زيزو وبعدين اتكلم مع زيزو، اتكلم مع ناصر، اتكلم مع سيف الجزيري، دي اللقطه اللي دخلت اللعيبه نفسيا تاني وقعدتهم ذهنيا. اوف اير واحنا بنتفرج على المباراه معظم الناس كانت بتقول انه الزمالك هيفك بعد ركله الجزاء بسبب حاله الاستدعاء وخروج اللعيبه بره للانسحاب او غيره. فجوميز وخبره جوميز وتحضير وجاهزيته وانه اين جوه المباراه بتقول لك انه الراجل قدر مش بس سيطرته في الثلاث مباريات كانت من فراغ،
لكن انه كان جاهز نفسيا ومجهز لعبته نفسيا وفنيا وخبرته في اداره المباراه وانه دخل لعبته تاني وما انجرفش ابدا للانفعالات رغم انه راجل عصبي بالمناسبه ما انجرفش ابدا للانفعالات وعرف يرجع لعبته تاني بالمناسبه بس لما ترجع لي تاني عشان في صوره لا في صوره لسه هبعتها لك هو برنامج رد على اللقطه في الصورتين اللي كان بيتكلم عليها محمود هي اللقطه دي اتعملت ليه بس عبال ما ابعت لهم الصور بقى ما ترجع لي تاني ابعت صوره عشان يعرف ماشي ماشي طب اجي لك الحته الفنيه برضو في تفوق جوزيه جوميز النهارده عموما يعني كان الخروج بالكره الاهلي كان عامل نقطه يعني دليل برضو تحضير جوزيه جوميز للحاجات الصغيره اللي بتمكن الزمالك من كسر ضغط الاهلي الاهلي كان بيحضر دايما وسام احنا متفقين جميعا ان وسام من افضل الفراوده اللي بتضغط على خط الدفاع والاهلي عنده حيويه اكبر وباور اكبر في ثلاثي الوسط الزمالك عنده نقطة ضعف ظاهرة كتير من الماتشات اللي قبل كده اللي هو انت لما اللعب بيتوجع على ناحية الشمال في الزمالك بيبقى فيه مشكلة حسام عبد المجيد مش افضل شيء في الخروج بالكرة من حسام لعب مباراة عظيمة بس احنا بنتكلم على الرصيد السابق جوزيه جوميز كان محضر الجزئية دي تماما استخدم بنتايك وشلبي عكس بعض يدخل واحد جوه الملعب خطوتين ثلاثة اربعة ويعكس التاني فيبقى الزمالك عنده لاعب زياده لما الاهلي يضغط على ناحيه الشمال الزمالك عنده حلين للممرر حلها لحسام عبد المجيد انت عندك مشكله تعال حلها لك وكمان ساعات كان بيجيب ناصر ماهر فانا بزود لك كل الاوبشن عايز تاخد الخطوه حسام تطلع هتلاقي شلبي وبنتايك الاثنين بيلعبوا بينهم مسافه يبقى عندك تمرر جوه الملعب برجلك اليمين عادي لو هي عشان الشمال بتغلط او ببساطه تروح توديها ناحيه الشمال واحد فيهم الاثنين تعال نشوف الحالتين يا ريت يكونوا جاهزين يلا ولو مش جاهزين نعرف يقولوا لك ونتكلم على النقطه الثانيه ومنين ما دي تجي الحاله الجاهزه ولا يلا الحالتين هم كانوا حالتين الزمالك استخدم فيهم هتبقى العكس مره حاله دي الحاله الاولى يا كريم الزمالك هنا الكره اهي عم هتروح لحسام عبد المجيد بص الاهلي والاهلي وسام واقف ازاي وسام قافل ان الكره تروح ناحيه اليمين ومعلي امام عاشور عشان يمنع المسوسي يستلم فالطبيعي الفاضي مين حسام واول ما حسام بيستلم الاهلي بيضغط على اساس حسام هو نقطه الحلقه الضعيفه اللي في خروج الزمالك بالكره تعالى هنا اول ما حسام يستلم الصوره اللي بعديها في تو اوبشن في واحد هنا مش باين اللي هو بنتايك بص شلبي على عكس معظم تمركزات شلبي تبقى ناحيه الخط شلبي واخد خطين فبقى حسام عنده ايه عنده الاوبشن بتاع شلبي عنده الاوبشن بتاع بنتايك وهنا شلبي بيشاوله على بنتايك لان بيرسي قافل العمق شويه نجي بالصوره الثالثه على طول الزمالك تخلص من الضغط اللي الاهلي بيعمله الكره راحت لبنتايك بيستلم في هدوء يقدر يطلع بسهوله بالكوره طب العكس الحاله الثانيه بالظبط هتقول لك العكس هنا المره دي نفتكر كويس ان اللي استلم هنا بنتايك الصوره اللي بعديها بقى الحاله اللي بعديها كانت في الدقيقه 9 انا بقول لك بدايه الماتش دايما بتبين افكار الراجل هنا برضو الاهلي خلي بالك كل السكه لليمين مقفوله الاهلي سايب بس دي نيجي هنا على طول بنتايك اما بيستلم شلبي واخد له الخط بنتايك يكمل هات الصوره اللي بعديها بنتايك بيخش لجوه الملعب وشلبي فخلاهم الاثنين بيلعبوا على مسافه في بينهم 5 6 يارده بين الاثنين مش الاثنين على الخط مش الاثنين على الخط وده اللي الاهلي مثلا بيعمله كان بيعمله بيحيى عطيه الله فالزمالك خد الفكره دي ببساطه بالعالم ملايف هي ما قصدش يعني ما هي فكره مدربين كتير الاهلي ابتكار يعني اقصد اللي الاهلي بيعمله الزمالك النهارده كسبوا بيه الزمالك النهارده استخدمه شفنا كتير بنتايك على فكره انا مش عارف لو الدنيا هتجيلي تاني اقولها ولو مش هتجيلي تاني اقولها دلوقتي بنتايك كان مفاجاه الساره جدا للزمالك وبص على ارقامه بسرعه في انفون عامله محضره لانه واحد من الناس في رايي انا من نجوم اللقاء هات ارقام بنتايك على طول انا معاك قبل ما تيجي يا خليفه تمام بنتايك كان واحد من افضل اللاعبين في الزمالك كل ارقامه سواء في اخذان المخالفات بنتايك تاني اكتر لاعب يصنع فرص في المباراه 3 بعد زيزو طبعا زيزو يصنع 5 فرص ده العادي بتاع زيزو ده زيزو ان الباك الشمال يصنع 3 فرص ده رقم مميز جدا للزمالك فاز بسلسله التحامات ارضيه من 8 فده كويس كان اللي يساويه الوحيد عبد الله السعيد خلي بالك لما يجي الارقام امام عاشور هتلاقي امام لاعب الارتكاز فاز بالالتحام ارضي واحد ده يديك الانديكيتور ان بنتايك كان بيلعب مباراه كبيره تالت اكتر لاعب يمرر للثلث الاخير بعد 8 تمريرات بعد المسلوسي 9 طب المسلوسي عشان بيلعب الكره الطويله بنتايك كان بيتدرج بالكره اصعب كتير من المسلوسي ده تحسب وعبد الله سعيد 10 الاثنين اللعيبه دول طبيعي يبقوا موجودين فكره ان بنتايك يحتل المركز الثالث بعديهم برقم تمريرات في الثلث الاخير قريب منهم الاثنين ده دليل ان بنتايك كان احد اكبر المفاجات الساره النهارده لنادي الزمالك وانا بقول الزمالك كان بيبقى عنده مشكله في غياب فتوح بنتايك النهارده قال للزمالك انا حليت لك مشكله كبيره وفتوح بقى يرجع براحته او يرجع كمان على مركز 8 اللي الزمالك ما عندوش فيه عدد كبير ممكن فتوح يتم توظيفه فيه ويبقى اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك بعد كده عظيم
محمود الجول نفسه ناصر المنسي الجول كان حلو يعني في تحركات حلوه جدا من ناصر. لقطه حلوه لناصر منسي. ناصر منسي اللي كان عليه هجوم كبير جدا من نادي الزمالك عمل النهارده تحرك نموذجي وكانه كابتن جمال عبد الحميد. يعني انا شفت طبعا لا الجون طبعا يحسب بتشبه بجمال عبد الحميد. لا اصل التحرك اللي عمله هتيجي تتفرج عليه. لا ناصر منسي عمل كل حاجه صح في الكوره. شفت كل كام من كريم عصام ابو علي ازاي بيتحرك في ظهر المهاجم ويقطع. ناصر منسي عمل كده بالظبط. ويمكن عشان شيكابالا قال لك انا قاعد في اوضه كريستيانو رونالدو وفي نفس الفوت هنا نفس الكوره. اول ما النادي الزمالك هياخد الكوره نكمل الحالات فهتيجي هنا طبعا الخطا الكبير جدا اللي كان موجود من يحيى عطيه الله وهو نسخه طبق الاصل من خطا محمد الشيبي في مباراه النادي الاهلي وبيراميدز. عاوز اوريك هنا اول ما الكره تقطع من يحيى عطيه الله اول ما هيستلم عمر جابر الكوره فين ناصر منسي وفين ياسر ابراهيم او نمشي الحاله نشوف الصوره اللي بعدها على طول. هنا ناصر منسي فين يا كريم قدام ياسر ابراهيم. اول ما عمر جابر نرجع لحظه اول ما عمر جابر بدا ياخد الكوره ناصر منسي بدا يتحرك في ظهر ياسر ابراهيم. ليه في ظهر ياسر ابراهيم؟ المنطقه العاميه للمدافع. تعال نشوف ليه اتحرك بالطريقه دي. هنا اول ما عمر جابر لعب الكوره هنا ناصر منسي بيشاور له بيقول له العبها لي على القريبه. بعد كده اول ما عمر هيجي يلعب الكوره هنا مين مش شايف ياسر ابراهيم مش شايف ناصر منسي هيقوم قاطع على طول على القريبه. فاول ما عمر جابر هيلعب الاوفر هنا بقى طبعا رد فعل المدافع كريم دايما هيبقى ابطا من رد فعل المهاجم لان المهاجم هو اللي بياخد القرار الاول. فانا لما اتحركت في ظهر ياسر ابراهيم انا سرقت ياسر ابراهيم. حتى الزاويه العكسيه كمان لما هتيجي تتفرج وتشوف ازاي ناصر منسي قدر ان هو يخدع بالفنت اللي عمله ان هو يخدع ياسر ابراهيم. هنا نفس الكلام. بص يا كريم الزاويه العكسيه اول ما الكوره هتتقطع على طول اول ما عمر جابر هياخد الكره هنا ناصر منسي واقف على نفسه سابق ياسر ابراهيم. اول ما عمر جابر هياخد الكره بص نكمل الحاله بعدها هنا بدا ناصر منسي يجري في ظهر ياسر ابراهيم. هنا بقى لا الفريم اللي بعده هنا بقى بص بيشاور له بيقول له العبها لي على القريبه. فاول ما عمر جابر هيبدا يلعب القريبه هنا ياسر ابراهيم في الزاويه العاميه مش شايف مين وراه. فلما خد القرار ناصر منسي عقبال ما ياسر ابراهيم يبدا ياخد القرار كان الراجل التاني اسرع لان هو اللي مقرر وهو اللي واخد التحرك. فبصراحه يعني ناصر منسي عمل كوره كانت غريبه جدا. طب يلا انا وانا صغير كنت بشوف مثلا احمد الكاس وكده بقول يعني هو حسام حسن يعني ليه بيجيب جوان كده مش احمد مش مهاري قوي يعني صح. كنتش فاهم دي طيب بدانا في التحليل مداخله مهمه وهرجع لك بالظبط طبعا مداخله مهمه وهرجع لك معايا النجم كابتن سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك. كابتن سيف الف مليون مبروك الفوز اليوم بالسوبر. طيب قطع هنرجع له تاني. فكنت بقول اما بدانا بقى نفهم كوره اكتر وكبرنا فهمنا ان في حاجه اسمها الاوبننج للمهاجم اللي هو انت ازاي تفتح لنفسك المساحه عشان تروح. اما بترجع بقى تتفرج على الماتشات القديمه تاني بوعي الكبير تفهم قد ايه اللعيبه اللي هي زي كابتن حسام حسن وكذا بيبقى عندهم دي اللي احنا اللي كان شاكر بيشرح له ازاي تسرق المدافع. ما انت بتستسهل ساعه الجون اللي هو تحس ان الفرود لمسه وخلاص. هو عشان يوصل للمنطقه دي بيعمل بقى التحركات بياخد خطوه ورا المهاجم وبعد المدافع وبعدين يسبقه. الحاجات اللي انت ممكن وانت يعني ما عندكش الوعي الكامل بالكوره بتقدر شويه اللعيبه اللي بتمسك الكوره وترقص وما بتاخدش بالك قد ايه اللقطات دي بيبقى متعوب عليه عشان توصل ليه. طيب رجع لنا مره اخرى الكابتن الكبير كابتن سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك. كابتن سيف الف مليون مبروك الفوز النهارده. حبيبي يا غالي مرحبا بيك ومرحبا بضيوف متاعك كل الحمد لله يا ربي. انتصار مهم وعن جدارة الحمد لله عن جدارة وكل استحقاق. النهارده الزمالك كان غير اداء مميز جدا من كل اللاعبين يا كابتن سيف. صح عن استحقاق وجدارة وبحكم فما حاجات حصلت في الملعب لكن احنا بينا لقوة شخصيتنا وكسبنا الماتش الحمد لله. كتير من الضغوط تعرض ليها لاعبي الزمالك قبل المباراه وكتير قالوا ان ممكن الزمالك يخسر المباراه دي قدام النادي الاهلي ورغم كده انتوا كنتوا متفوقين شوط اول وشوط ثاني النهارده خلال المباراه. ماشي الكلام بلاش فلوس يعني اي حد نجم يتكلم بلاش فلوس لكن الناس العاقله الناس الفاهمه هي اللي تعرف شنو تقول يعرف تطلع ايه من بقها. فالحمد لله يا ربي انت جيت هنا عم تدبر وانت يا حبيبي راجل طلع يلا لا والله بطوله مهمه يا كابتن سيف تبدا بيها. كابتن سيف معايا بطوله مهمه يبدا بيها نادي الزمالك الموسم. طيب الخط قطع عندنا شكله يعني انا للاسف مضطر اختم بس قبل ما اختم عايز اخد من جيمي الجمله اللي انت قلت لي ليه لعيبه الاهلي عملت كده. طيب احنا توجهنا بالسؤال للعيبه وللنادي الاهلي ردا على ده وكان الاجابه نعرض الصوره يلا شباب نعرض الصوره على طول. اول امس
كان التصوير الرسمي للاتحاد الافريقي الخاص بالبطوله والطلب من كل لاعب انه يعمل احتفال، وتم الاتفاق مع اللعيبه انه اللعيب اللي هيسجل جول او بعد المباراه يكون الاحتفال بتاعه، يختار هو الاحتفال بتاعه ويعمله بعد المباراه. دي الصوره بتاعه المباراه. تعال نجيب الصور بتاعه التصوير بتاع الاتحاد الافريقي. هاتوا الصوره يا شباب على طول. دي الصوره بتاعه عمر كمال، هي اللي بعديها الصوره بتاعه رامي ربيعه. بس جيمي دي ما ده اختيارهم يعني، هو اللي اختاروه في تصوير الكاف. ما هو الاختيار نفسه يعني، انت لو جبت جون تعمل ليه نام؟ لا، كل اللعيبه الاهلي الزمالك كل اللعيبه اختارت، في بعض اللعيبه اختارت زي شيكابالا اختار بوكسينج، في لعيب بقى في لعيبه تاني اختارت بعض اللقطات التانية. ده الاختيار بتاع اللاعب من قبل المباراه، من قبل المباراه، فده بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي اللجنه الاعلاميه انه ده هيتم سواء تم احراز اهداف او بعد المباراه ان ده هيتعمل. ما كانش موجه، واللعيبه نفسها بتقول ده ما كانش موجه لاي حد، احنا كنا باصين لجماهيرنا. وبالمناسبه ضربات الجزاء كانت بتسدد في اتجاه جماهير النادي الاهلي مش في اتجاه جماهير النادي الزمالك. جمال بشكرك، شكرا. جزيلا محمود بشكرك، شكرا جزيلا خليفه بشكرك، شكرا جدا ليك يا كريم والله. مليون مبروك لنادي الزمالك الفوز بالسوبر الافريقي، يكرر فوزه على النادي الاهلي بعد 30 في نفس البطوله. بس تستحق جماهير نادي الزمالك اليوم ان تنام سعيده فرحانه باداء مميز من لاعبيها النهارده وجهازهم الفني، وتحيه ايضا لاداره نادي الزمالك. ختام هذه الحلقه من رقم 10، اشوفكم يا رب على خير.